مقتضيات مواد النظام الداخلي لمجلسنا الموقر، نلتقي مجددا في الجلسة في جلسة الأسئلة الشفهية برسم هذه الدورة الربيعية، ويتضمن جدول أعمالها 27 سؤالا شفهيا تهم القطاعات التالية: الصحة، التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، القطاع المكلف بحقوق الإنسان، الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، القطاعات المكلفة بكل من التجارة الخارجية، الشؤون العامة والحكمة، التنمية القروية والمياه والغابات، وأخيرا قطاع الثقافة والاتصال. في البداية نستمع إلى المراسلة التي توصلت بها الرئاسة، وقبل أن أعطي الكلمة للسيدة أمينة المجلس لعرض ذلك، أهنئكم جميعا بمناسبة عيد الفطر السعيد أدخله الله علينا وعليكم وعلى بلدنا باليمن والبركات. تفضلي السيدة الأمينة المحترمة. شكرا سيد رئيس. توصل مكتب المجلس من السيد رئيس الحكومة بمشروع قانون رقم 76/18 يغير ويتمم بموجبه الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جماد الآخرة 1337 31 مارس 1919 بمثابة مدونة التجارة البحرية. ومن فريق العدالة والتنمية توصل مكتب المجلس بمقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير المادتين 44 و77 من القانون التنظيمي رقم 111/14 يتعلق بالجهات. مقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير المادة 115 من القانون التنظيمي رقم 112/14 يتعلق بالعمالات والأقاليم. مقترح قانون تنظيمي يتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 113/14 المتعلق بالجماعات. مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 159/269 بشأن التفتيش العام للمالية. مقترح قانون يقضي بتغيير القانون 65/99 بمثابة مدونة الشغل. مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 69/00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى. ومن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية توصل المجلس بمقترح قانون بتغيير المادتين 16 و38 من القانون رقم 08/12 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء. مقترح قانون بتتميم المادة 430 من قانون المسطرة المدنية كما تم تغييره وتتميمه. عدد الأسئلة الشفوية والكتابية والأجوبة الكتابية التي توصل بها مجلس النواب هي 28 سؤالا شفويا 146 سؤالا كتابيا. شكرا سيد رئيس. شكرا سيدة الأمينة. أخبر السيدات والسادة النواب المحترمين على أننا سنكون على موعد مباشرة بعد هذه الجلسة مع جلسة عمومية تخصص للدراسة والتصويت على مشاريع القوانين الجاهزة. حضرة السيدات والسادة، نشرع الآن في بسط الأسئلة الشفهية المدرجة بجدول أعمالنا ونستهلها بقطاع الصحة. في نقطة نظام، تفضل سيدنا النائب المحترم. فقط تنبيه واحد إشارة، واليوم كنتزامنوا مع المجالس الإقليمية ديال البلاد ديالنا. جميع المجالس اليوم كاين دورات ديال المجالس الإقليمية مع الجلسة العامة ديال البرلمان، وسبقنا نبهنا الرئاسة لهذا الموضوع. كنطلبوا من الرئاسة باش تتم مراسلة العمال والولات بهذا الأمر، يبقوا يتجنبوا لنا اليوم ديال الجلسة العامة ديال الاثنين باش يحيدوا لنا الإحراج ونبقاو نجيو نحضروا باش يمكننا ما نخلوش الكراسي فارغة. شكرا. شكرا. الموضوع منظم مقتضى النظام الداخلي، وشكرا على الإفادة. السؤال الأول يتعلق بالانقطاع المتواصل لعرض بعض الأدوية للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق العدالة والتنمية. تفضلوا. شكرا سيد الرئيس. السيدة النائبة المحترمة. سيد الوزير المحترم، الأمن الدوائي لا يقل أهمية على الأمن الغذائي،
والمغاربة يتساءلون بخوف وذعر عن اختفاء وفقدان مجموعة من الأدوية الحيوية، منها أدوية الخاصة بأمراض السكري، أمراض القلب والشرايين. لذا نسائلكم سيد الوزير عن التدابير التي اتخذتها وزارتكم لتتبع المخزون الاحتياطي للدواء ومحاربة الاحتكار والمضاربة في الدواء، وشكرا، حفاظا على صحة المغاربة. كلمة لكم سيد الوزير، شباب تفضلوا. شكرا سيد رئيس، سيدات السادة النواب، وعيدكم مبارك سعيد. سيدة النائبة، سؤال مهم حول يعني تدبير المخزون الدوائي وحول ظاهرة ديال انقطاع الأدوية في الأسواق العالمية بشكل عام، لأن هذه ظاهرة عالمية، واللي نبغي نطمئن بأنه كتبقى محدودة. عندنا 7000 دواء اللي متداولة في السوق الوطنية اليوم، أقل من 5% ديال الأدوية اللي يمكن تعرف يعني انقطاعات، وماشي انقطاعات يعني اللي كتكون بعض المرات مؤقتة وعندها أسباب. هناك أسباب داخلية مرتبطة بيعني المساطر المطبقة، بالمراقبة ديال المخزون الاحتياطي بحكم القانون 1704، ولكن كذلك القانون ديال المراقبة ديال المخزون الاحتياطي أو القانون الخاص بالمخزون الاحتياطي اللي صدر فيه مرسوم في 2002، واللي حقيقة ما كيلائمش الأدوية كمادة. وحنا اليوم مع وزارة ديال الحكامة بصدد تحيين ديال هذا القانون، ولكن كاين هناك عوامل خارجية مرتبطة باختيارات استراتيجية. بلادنا الحمد لله 65% ديال يعني الحاجيات كيلبيها السوق الوطني. فرنسا راه ما كاينش حتى 10% ديال التصنيع ديال الأدوية في فرنسا، وبالتالي القطاعات كتكون كبيرة. هناك كذلك القطاعات اللي يمكن تكون على مستوى الشركة الأم، يعني المواد الأولية مركزة في 3 ديال الدول الأساسية، الولايات المتحدة والصين والهند. إذا المادة الأولية انقطعت راه يمكن ما يكونش عندك الدواء في البلاد ديالك. كذلك هناك جاذبية ديال السوق، بعض السوق الوطني المغربي اليوم اللي كيستهلك 450 درهم في السنة غير كافي لبعض الشركات، لأنها تبيع الدواء في المغرب، تفضل تبيعو عند الجار اللي ربما كيستهلك جمرات أكثر، أنها تبيعو عندك. كل شيء هذا الشيء كنتغلبوا عليه كذلك بالرخص المؤقتة اللي كنعطيوها لما كينتهي الدواء. عندنا كذلك الصفقات العمومية اللي فيها مشكل، أنه لما كيكون الثمن ديال الدواء منخفض ما كيجي حتى شي واحد يشارك في الصفقة العمومية. شكرا سيد الوزير. تعقيب السيد النائب أو السيدة النائبة، تفضل السيد النائب. شكرا سيد الرئيس، سيد الوزير. نعم، انقطاع الأدوية بشكل عام أمر عادي ووارد على الصعيد العالمي، إلا أنه المشكل سيد الوزير في المغرب يتكرر بشكل كثير، خصوصا بعض الأدوية لأمراض مزمنة كالسرطان وأمراض القلب وكذلك أمراض الغدد، وهي أدوية لا يمكن الاستغناء عنها، وغيابها يؤدي إلى مضاعفات خطيرة. سيد الوزير، احتياجات السوق المغربي من الأدوية هي معروفة، والإحصائيات تقول أن ما بين 20 حتى 40 دواء هي التي تنقطع بشكل روتيني، والمشكل هو مشكل تدبير ومراقبة. سيد الوزير، واش وزارة الصحة سيد الوزير من خلال المرصد الوطني لمراقبة الأدوية ما قدرش تراقب المؤسسات الصناعية واللي هم ملزمون باحترام المخزون الاحتياطي من أجل تدبير مرحلة الانقطاع إلى حيث تسوية الوضعية؟ طيب قلنا المرسوم اللي ذكرته سيد الوزير، صناعة الأدوية بالمغرب عرفت تراجع، هذه بعد سنين كنا سيد الوزير كنصنعوا تقريبا 80% من الاحتياجات المحلية، الآن نصنع أقل من 60%، والسبب هو رحيل بعض الشركات الصناعية المتعددة الجنسيات إلى دول الجوار. سيد الوزير، يجب أخذ تدابير جديدة لدعم وتشجيع الصناعة المحلية، واللي هي الوسيلة الوحيدة لضمان الأمن الصحي للمغرب. شكرا سيد النائب محترم. هل من تعقيب إضافي؟ نمر للسؤال الموالي وهو عن إعداد هناك تعقيب إضافي، تفضلي السيدة النائبة المحترمة. الأدوية المنقطعة الأمصال ضد السم، وهذا يسبب لنا إحراج كلنا. الأسبوع الماضي مات طفل عنده 11 سنة، الأسبوع ما قبل مات طفل عنده 3 سنوات، بعد أسابيع من قبل مات طفل خنيفرة. إذن من الضروري إيجاد حل لهذا أمصال السم، خصوصا ونحن مقبلين على صيف على فصل الصيف، لأنه لا يعقل أن يموت أطفال هكذا في 2019 في المغرب بسبب عدم وجود أمصال في المستشفيات العمومية، وشكرا. شكرا. هل من تعقيب إضافي آخر؟ كلمة لكم السيد الوزير للرد على التعقيب.
شكرا. اولا المصدر الوطني ديال مراقبه الدواء خدامين حنا الان كنعززوه بالموارد البشريه باش نقويو الدور ديالو، ثم كذلك الرخص المؤقته كنحاولوا ما امكن نستعملوها باش يمكن نستجيبوا لهذه المساله هذه. تشجيع الصناعه الدوائيه، الحكومه واضعه مخطط تسريع الصناعي اللي فيه الصناعه الدوائيه داخله، كذلك هناك يعني تحفيزات مهمه وراه بانت نتائج ديالها في مجموعه ديال الوحدات اللي كتصنع ادويه من نوع بيولوجي مضاده للسرطانات. فيما يتعلق بالسم، لانسيتي باستور مع الباستور شتا كيشتغل في اطار شراكه باش يلقى واحد الشريك خاص. شكرا سيدي. السؤال الموالي عن اعداد استراتيجيه وطنيه شامله ومتكامله للوقايه من التدخين والمخدرات للسيدات والساده النواب المحترمين من نفس الفريق، فريق العداله والتنميه. تفضلوا سيدنا المحترم. واش الوزير ولا حنا؟ السلام عليكم ورحمه الله. السيد الوزير، نسائلكم عن إمكانية إعداد استراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة للوقاية من أخطار التدخين والمخدرات، بما في ذلك محاربة زراعتها وإنتاجها وترويجها واستهلاكها، وكذا تحسيس المواطنين بمخاطرها على الصحة العامة والأمن الاجتماعي للبلاد. وشكرا. كلمة لكم سيد الوزير الجواب، تفضلوا. المرجو حسن استعمال ذاك مكبر الصوت باش يسمعوكم الساده النواب. لا، فيما يتعلق بالمواطنين بالتدخين، سؤالكم في التدخين والمخدرات السيد النائب المحترم. المسح الوطني لعوامل الاختطار الامراض غير الساريه بينا بان هناك 23% رجال و 2% نساء اللي كيستهلكوا التبغ، وهذا كيشكل واحد الانخفاض مهم، انخفاض ب 32% مقارنه مع سنه 2000، وهذا راجع فعلا لانه كان هناك برنامج وطني للوقايه ومحاربه التدخين اللي كان في ضمن المخطط الوطني للوقايه ومراقبه السرطان 2010-2019 واللي اعطى يعني مجموعه ديال النتائج من خلال التدابير اللي تم سنها. فيما يتعلق بالمخدرات، هناك فعلا استراتيجيه وطنيه لمحاربه اشكاليه المخدرات عبر اعتماد مقاربه مندمجه ومتوازنه تاخذ بعين الاعتبار البعد ديال الصحه العامه. هناك مقاربه اليوم طبيه نفسيه اجتماعيه للتغلب على هذه الظاهره هذه، ومرتبطه كذلك بالصحه النفسيه والعقليه. المغرب بلد رائد على المستوى العربي، وزاره الصحه وضعت استراتيجيه وطنيه للوقايه والتكفل من الاضطرابات ديال الادمان، ومجموعه ديال المراكز اللي تم فتحها مع شركاء، وكذلك مراكز ديال صحه الشباب اللي كتهتم بهذا المجال. هو مخطط 2018-2022 اللي فيه 7 المحاور، فيها الرصد المبكر وتوفير عرض علاجي ملائم من خلال كذلك بعض الادويه البديله بحال الميثادون فيما يتعلق بالمخدرات يعني السائله، خدمات الحد من الاضرار، دعم الكفاءات ديال يعني الاطباء وديال المهني الصحه بشكل عام، تقويه الحكمه والشراكه وتتبع التقييم ومكافحه الوصم والتمييز. شكرا لكم. تعقيب الفريق، تفضلوا السيد النائب المحترم. شكرا السيد الوزير. وفي الحقيقه هذا السؤال فرط ما كل سنه كنطرحوه كنتسائلوا حتى على الجدوى من طرحه، ولكن المناسبه شرط وهو تخليد اليوم العالمي لمحاربه التدخين، ونظرا لقيل العلاقه ما بين التدخين والمخدرات فكنشوفوا شنو هما المجهودات اللي داروا بالنسبه للمغرب. على الصعيد العالمي كيستاد المليون ديال المواطنين اللي كيتوفاو سنويا، و160 ألف من الأطفال بسبب التدخين السلبي. المغرب من بين الدول الأكثر استهلاكا للتبغ. والمشكلة السيد الوزير هو أننا في المغرب ولاو عندنا السوق ولات مفتوحة، وكاين يعني الإشهار اللي ولا ضارب، يعني كاين واحد المنافسة شرسة ما بين الشركات، جميع محلات البقالة إلا ولاو فيها داك الشيء بالأضواء وداك الشيء زوين، وحتى العلب ولاو بحال علب العطر، وكل شيء كيدير الإشهار، والقانون الآن تقريبا عنده أكثر من 30 سنة ما كيطبقش، 91-15 المرسوم ما بغاش يصدر، ما بغيرش الحكومة ما بغاش تصادق على هذيك الاتفاقية الدولية للمنظمة العالمية للصحة لمحاربة التدخين، وكنقوموا ببعض يعني الإجراءات هنا وهناك، كنقولوا دير حنا كنحاربوا التدخين. اللوبي عرفناه ديال هاد الشركات، كاين أكثر من 5 ديال الشركات الآن اللي كتنافس في المغرب، ولكن واش الحكومة من هاد الضعف أنها ما تصادقش على هاد الاتفاقية؟ شكرا سيد النائب. هل من تعقيب إضافي؟ الرد السيد الوزير فيما تبقى من الوقت. شكرا. نمر للسؤال الموالي
وهو عن الخصاص الحاصل في الأطر الطبية وشبه الطبية للسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الاشتراكي. تفضلي السيدة النائبة المحترمة. محترم، نسألكم السيد الوزير حول الخصاص الموجود في الأطر والممرضين داخل قطاع الصحة، خصوصا بعد الإحصائيات الأخيرة للمنظمات الدولية المختصة في مجال الصحة والتي تقول بأن هناك تراجع في خدمات قطاع الصحة. وشكرا. كلمة للسيد الوزير للجواب، تفضلوا. شكرا سيد النائبة. الخصاص على مستوى الموارد البشرية هو مسألة إشكالية بنيوية اللي كتعرفها المنظومة الصحية الوطنية. هذه الحكومة تجاوبات مع هذه المسألة بالرفع من العدد ديال المناصب المالية. مجلسكم موقر صوت على 4000 منصب لقطاع الصحة 2018 و2019، إلا جمعناهم هي 8000، تقريبا لازدنا عليهم 2017 هي 9500 في نصف ولاية، وضفنا أكثر ما وضفت الحكومة السابقة في ولاية كاملة. بالتالي هذا المجهود اليوم هو كاين وغيستمر. كاين كذلك مجهود على مستوى التكوين في المعاهد ديال التكوين ديال المهن التمريضيه، وكاين كذلك الرفع من العدد ديال المناصب بحال المقيمين، اللي كيمروا من 197 ديال هذو ديال التخصصات 2017 الى 521 في 2018 الى 700 في 2019. نفس الشيء بالنسبه اليوم في قطاع الصحه كنكونوا فتنا العتبه ديال 50000، عندنا 51221 في 2018 في الوقت اللي 7 سنوات ماضية ما فتنا شيء 47-48 ألف. شكرا. شكرا. تعقيب الفريق، تفضلي السيدة النائبة. لكن الإشكال السيد الوزير يظل قائما دائما، كيف يعقل السيد الوزير أن أكثر من 600 طبيب هم الآن يدبرون المجال الإداري داخل هذه المستشفيات، في حين أن هناك خصاص، هناك مستشفيات تم تدشينها من طرف جلالة الملك لكنها موصدة لعدم وجود الأطر الطبية والأطر كذلك التمريض. ثم السيد الوزير، كيف يعقل بأن هناك واحد الانتشار الغير المتساوي ما بين الأقاليم وما بين المستشفيات في بعض المدن؟ هناك مركزة في المدن الكبرى لكن هناك خصاص في مدن أخرى، كذلك هناك خصاص في التخصصات. سيد الوزير، طنجة على سبيل المثال الآن تحال عليها حالات، تقوم بإحالتها على المركز على مدينة الرباط كذلك. سيد شكراً الوزير. شكرا سيدة النائبة. هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا سيد نائب من فريق الاستقلالي. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، هذا الإشكال ديال النقص الحاصل في الأطر الطبية والشبه الطبية أصبح تقريبا عام وشامل بالنسبة لجميع المناطق وخاصة المناطق النائية. السيد الوزير، الان لو كان غير كان حسن التدبير ديال الاطر اللي هي كاينه حاليا، لانه الاشكال نعطي مثال هنا بالمستشفى الاقليمي ديال بوعرفه، راه كاين الاشكال هو انه في بعض التخصصات كاين طبيب واحد والوزاره سمحه له باش يمشي 15 يوم ديال يخدم 15 يوم ويرتاح 15 يوم، ولكن ديك 15 يوم راه دابا تقريبا جميع الجامعات جميع الجمعيات كلشي الاقليم ولا عامر غير بسيارات الاسعاف باش ينقلوا المرضى من بوعرفه ومن الاقليم كله لوجده. شكرا. كلمه لفريق التجمع الدستوري. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير المحترم، نطالبكم بتعيين الاطباء في المؤسسات الصحيه بالعالم القروي باقليم تنغير، لضمان الحضور المستمر للاطباء بالمؤسسات الصحيه بالعالم القروي لتفادي وفاه النساء الحوامل والموالد الجدد، كما وقع مؤخرا لحالات وفاة مولود جديد في الطريق بين مسمرير وبومندات. وشكرا. تعقيب إضافي من فريق الأصالة والمعاصرة، تفضلوا سيد نائب. سيد رئيس، سيد الوزير، هذه القضية ديال الخصاص هي قضية مزمنة، وسيد الوزير النواب ديال الأمة صوتوا على 4000 منصب شغل في القانون المالية الأخير. شنو اللي حد الآن استوعبتوا منه؟ راه ما استوعبتوا منه لحد الآن حتى 20%. سيد الوزير، الخصاص مهويل، الشيء اللي كيجعل على أن كاين بعض التخصصات مثلا إقليم الحامنة، داء السكري، أطباء تقدير، تقنيي الأشعة قلال، المداومة ما كيمكنلهاش تصايب، الولادة كيضطروا ملي كتكون شي عمليه خصها تمشي لمراكش،
وهذا الشيء كيعطي واحد المشاكل ديال حياه او موت. السيد الوزير الله يجازيكم بخير، راه مر بيت الفرس هنا، راه كاينه تجهيزات كثيره اللي صرفات عليها الدوله وصرفتوا عليها وما كتخدمش، علاش؟ لان ما كاينش اللي يخدمها. وشكرا. هل من تعقيب اضافي اخر؟ كلمه للسيد الوزير للرد، تفضلوا. شكرا. هذا الخصاص هو تراكم، هو اختيارات درت في الماضي فيما يتعلق بالمنظومة التكوينية الطبية اللي دول أخرى ما دارتهاش، جعلت من الطبيب يعني مهنة كباقي المهن، وبالتالي حلات ما يكفي من الكليات. هذا الشيء ما درناش. اليوم احنا بصدد الاستدراك، احنا في استدراك، والاستدراك غياخذ الوقت. 4000 منصب في سنة واحدة ما غيبانش النتائج بسرعة، خصنا نتسناو 4000 منصب ديال 2019 اللي مازال ما حليناهاش. يلاه غتبدا، يلاه دبرنا حتى ليونيو 2019 ما بذمتي السنه السابقه، ما يعني من مناصب، واحد عدد المناصب اللي تنحولوها لان ما كيجيش ليها، يعني مثلا اطباء وتنحولوها الى الممرضين، 2900 منصب للممرضين والقابلات، اكثر من 400 منصب للقابلات، وهذا كلها ارقام قياسيه بالمقابل مع السابق. فيما يتعلق بالاطباء، اطباء العامون هذه السنة ولو حلينا 500 منصب ما عمراتش كلها، ولكن شحال عمرات؟ أكثر من 190، وحتى هذا رقم قياسي. في السنة اللي قبل 84 طبيب عام اللي خدينا، في السنة اللي قبل منها 140، دابا 190، أكثر من 190. وهذا الشيء رحنا غاديين فيه. كذلك الإقامة تكلمت عليها، وصلنا ل 700 في الوقت اللي هذه عامين 197. إيوا راه كاين مجهود، راه ما يمكنش ترفع 10 في سنة واحدة، ما كاين حتى شي نظام يمكن يدير هذا الشيء. وكاين واحد الطاقة استيعابية ديال الكليات اليوم. هذه السنة كذلك المباريات ديال كليات الطب راه غينطلقوا إن شاء الله في يوليوز، وراه جميع الكليات خدات ما يمكن الأقصى ما يمكن، مع العلم أن خصنا نشجعوا القطاع الخاص كذلك الغير النفعي باش يستثمر في التكوين. نحتاج إلى مضاعفة 3 المرات لعدد الأطباء اليوم، ماشي غدا، اليوم. كيف سنقوم بذلك؟ إذا لم نقوم بإطلاق الإمكانيات والجهد ديال كل المتدخلين عمومي. الحمد لله اليوم راه كليه ديال طنجه، وكليه ديال اكادير، وكليه ديال العيون في القريب، وكليات اخرى اللي غتفتح عموميه، ثم كذلك المجهود ديال القطاع الخاص الغير نفعي او النفعي، ولكن اركز على الغير نفعي باش يمكن له يستمر في هذا المجهود اللي بدا فيه. وحنا اليوم النقاش اللي عندنا اليوم، شكرا، النقاش اللي عندنا اليوم اساسي هو على هذا الشيء. شكرا سيد الوزير. عن الخصاص في الاطباء للسيدات والساده النواب المحترمين من الفريق الاستقلالي الوحده والتعادليه، تفضلوا سيد نائب لوضع السؤال. السيد الوزير، ما هي التدابير المتخذه لتمكين المراكز الصحيه التابعه للجماعات القرويه من الاطباء حتى تتمكن الساكنه من الاستفاده من حقها الدستوري في التطبيب والعلاج؟ كلمه لكم سيد الوزير الجواب. شكرا سيد نائب المحترم. في 2018 111 ديال المناصب ديال الاطباء العامون اللي وجهناها للعالم القروي. في 2018 كذلك قررنا في اطار السياسه ديال دعم المستعجلات والمخطط تسريع تاهيل المستعجلات باش نصيفطوا 300 ديال الاطباء العامون للمستعجلات. مين خديناهم؟ خديناهم في اطار الحركيه. وبالتالي 300 قدام 111 راه غيخليو لنا كذلك خصاص، ولكن هذا اختيار، هذا اختيار صعب ولكن خصنا نديروه. علاش؟ لانه المستعجلات عليها ضغط كبير، والمنبع ديالو، المنبع ديالو تلك المراكز الصحيه خاصه القرويه. اليوم كاين واحد العمل في تعزيز الموارد في المراكز القرويه، في يعني ادخال الطب عن بعد، لانه كذلك يمكن له يساعدنا في رفع من التاطير الطبي، في كذلك فيما بالنسبه للمدن لما كتكون الامكانيه، لان بعض المدن كتلقى 5 اطباء في المستوصف، بما فيها طبيب الاسنان وما فيها طبيب نفسي مثلا في مجموعه المدن. دخلنا للطب الاسره اللي هو واحد المستوى اخر متقدم للمقاربه ديال الخدمات الرعايه الصحيه الاوليه. شكرا سيد الوزير. تعقيب الفريق، تفضلوا سيد النائب. رغم الجهودات المبذوله من طرفكم، لكن العديد من المراكز الصحيه بالجماعات القرويه تعاني من غياب الاطباء، مما يترتب ذلك على حرمان الساكنة من التطبيب والعلاج، خاصة بالنسبة للمرضى الذين لا يستطيعون التنقل للمستشفيات البعيدة. أنت كتقول السيد الوزير قلتي على مستعجلات، مستعجلات بعدها خاصها تكون في الدوائر
في الدوائر خصها ماشي تكون في المستشفيات الإقليمية. دابا السيد غير باش يمشي للمستشفى الإقليمي، حنا بالنسبة غير إقليم تازة باش نوصلوا للمستشفى الإقليمي السيد كيكون مات كاين 70 كيلومتر. دابا هذا هو المشكل كاين الكبير، وكاين المشكل الكبير هو ديال سوء التدبير. كتمشي دابا شي مستوصف كتلقى فيه خمسة الأطباء، الطبيب كيخدم ساعتين لا غدا ما كيمشيش، كيبقاو يتناوبوا كيخدم نهار في السيمانة، وكاين الناس ما عندهمش كاع الطبيب كاع، واحد آخر كيخدم نهار في السيمانة الطبيب، لأن فيه خمسة وفيه ستة والعدد كاين في البلايص بزاف، كاين البلايص ما فيهمش حتى شي طبيب كاع، وهذا الشيء راه زعما راه حشومة كاع. شكرا السيد النائب، هل من تعقيب إضافي؟ تفضلي السيدة النائبة من الفريق الحركي. تفضلي. السيد الوزير، جماعة ديال مولي بوعزة ما فيهاش طبيب ديال المركز الصحي، والجماعة كتبعد 70 كيلومتر على خنيفرة. اش من رسالة كتبغيو تعطيو لهاد الناس، هاد العيالات اللي باغيين يولدوا، هاد الناس اللي مرضين، شنو غادي يديروا؟ و70 كيلومتر والطريق مكرفصة، ما عرفناش هاد الناس اش من ميساج كنعطيوهم. شكرا، هل من تعقيب إضافي آخر؟ سيد نائب من فريق الأصالة والمعاصرة، تفضل. سيد الوزير المحترم، يعاني إقليم الرشيدية من خصص مهول في عدد الأطباء، وخصوصا منطقة مرزوقة العالمية اللي كتعرف خصوصا خلال هذه الفترة من السنة إقبال مضاعف لعدد زوار الحمامات الرملية. سيد الوزير، منطقة مرزوقة منطقة عالمية تعاني من إشكال حقيقي في التطبيب والعلاج، تتوفر على مستوصف قروي فقير لا يتوفر على المعدات الطبية اللازمة، بالإضافة إلى طبيب يعني طبيب غير مداوم يعني لا يحضر بصفة دائمة، وما كانش حضر شي سنتين، هذه عاجة واحد طبيب مرة كاين مرة ما كاينش، إذا فيجب الإعطاء أهمية لهذه المنطقة العالمية وشكرا. هل من تعقيب إضافي آخر؟ تفضلوا السيد نائب من فريق العدالة والتنمية. شكرا سيد رئيس، شكرا سيد الوزير، سيدة السادة النواب. مهم سيد الوزير، الجهد مشكور وموجود، والمسألة فعلا كما تفضلتوا هي مسألة تراكم، ولكن بصفتنا احنا نواب ديال الأمة راه ما كنذكروا شي مسألة حتى كتولي تظلي يعني بالغة لواحد المستوى حرج، عاد كترفع هنا قبة البرلمان. والكلام كثير ولكن أنا غنركز على مثال واحد، هو المستشفى الإقليمي ديال مولاي رشيد، وإن كان هو سميتو ديال مولاي رشيد ولكن بالنسبة لنا راه كيغطي مناطق أخرى واسعة ومترامية الأطراف، يعني وكاين واحد الخصاص مهول في لي راديولوج، أطباء اللي خاصين بالفحص بالأشعة، كاين واحد الخصاص كبير بزاف، ما حيل إنسان فين تلفت، فكاين واحد الضغط خاصو يتعوض، على الأقل يكونوا شي موظفين اللي يمكن ممرضين اللي يمكن يعوضوا، وشكرا سيد الوزير. هل من تعقيب إضافي آخر؟ تفضلوا سيد نائب من مجموعة النيابية. شكرا. تفضلوا. إقليم تاونة سيد الوزير فيه خصاص كبير للأطباء. بالمناسبة سيد الوزير، بغينا نعرفوا المستشفى القرب اللي في دائرة تيسا إقليم تاونات، أشغال ديالو فين وصلت؟ وشكرا سيد الوزير. كلمة لكم سيد الوزير للرد على التعقيبات، تعقيب والتعقيبات الإضافية. تفضلوا. عدت صيفطوا لي التعقيبات واحد الساعة قبل، ويمكن تكون معطيات. أولا فيما يتعلق بالمستعجلات السيد النائب، أنا تكلمت على المستعجلات بشكل عام بما فيها مستعجلات القرب اللي هي غالبيتها اليوم 94 كاينين في المراكز يعني قرويه، دوائر اللي عندها طابع قروي. لا قلت هاد 300 راه وجهناها كذلك لهاد المراكز، وتبقى دائما الاختيار فيما يتعلق بالمناصب الجديده. فيما يتعلق بالخنيفره، ما نساوش بان مجموعه ديال المراكز الصحيه من المستوى الثاني او الاول القرويه راه كدا اليوم اغلبيتها في اطار برنامج ديال تقليص الفوارق المجاليه والاجتماعيه، يعني صندوق التنميه القرويه. فبالتالي هذا الوزارة الصحة كتساهم 150 مليون ديال الدرهم، وكتتبع في بعض الحالات يعني الإنجاز ديال المشروع أو كتسلمه فيما بعد. فبالتالي هذه القضية ديال خنيفرة، حنا كنت حاضر هناك وأكيد أنه هناك عمل باش يمكن تدارك ديال هذا الخصاص على مستوى خنيفرة. مرزوقة تبعت هذه الحالة ديال الطبيب اللي خرج على التقاعد، بدا التعويض ديالو مؤقتا في انتظار أنه يكون طبيب قار. مرزوقة فعلا وجهة سياحية أساسية، كيكون أن طبيب مؤقت مرة، ولكن حنا كنشتغلوا باش يمكن نوصلوا الى طبيب قار، وهذه المساله هي مرتبطه بالاختيار ديال الطبيب ماشي ديال الوزاره. تيسا هناك الان امكانيات ماليه عبئت من اجل استكمال هذا المشروع ديال المستشفى المحلي ديال تيسا، في اطار يعني كل ما تنقوموا به على مستوى اقليم تاونات كذلك، واللي غيشهد واحد الزياره في القريب بان فيه كذلك مجموعه ديال
ديال المشاكل والخصائص كذلك على مستوى البنيه التحتيه. الدار البيضاء الكبرى، الدار البيضاء الكبرى كاين مقاربه جديده فيها يعني تجميع الامكانيات، ميوتواليزاسيون ديال لي ريسورس. هناك اليوم فيما يتعلق بالمداومه الليليه او فيما يتعلق ببعض اقطاب التخصصات ما تنديروش كل شيء في جميع المستشفيات. دار البيضاء راه مدينه كبيره، يمكن الانسان يدير طب العيون في واحد القطب باش يجمع الاطباء والموارد اللي عنده، ويدير طب الاطفال في جهه اخرى، وهذا الشيء راه بدينا تنخدموا عليه مع بطبيعه الحال الموارد. شكرا سيد الوزير. السؤال الموالي حول تسهيل ولوج المواطنين للمستشفيات العموميه للسيدات والساده النواب المحترمين من فريق الاصاله والمعاصره. تفضلوا سيد النائب. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد الوزير. نسالكم على المجهودات الحكوميه فيما يتعلق بتسهيل ولوج المواطن والمواطنه للخدمات الاستشفائيه العموميه. كلمه لكم سيد الوزير. شكرا سيد النائب. المجهودات كثيره اليوم اجل تدارك الخصائص في المجال ديال الخدمه الاستشفائيه والعرض الاستشفائي. السيد رئيس الحكومه قدم واحد العرض وقال بان 1000 في هذه الولايه، هذه 1000 سرير جديد، 6000 سرير في طور الانجاز، و2000 سرير في طور الدراسه بمختلف الاقاليم ديال المملكه. هناك كذلك مقاربه اليوم مبنيه على استخدام احسن وانجع للطاقه السريريه وتشجيع طرق اخرى ديال الاستشفاء كالمستشفى النهاري. اليوم كاين 10% ديال المستشفيات اللي تخدمها بمستشفى ديال النهار، يعني 24 ساعه. كذلك تيسير ولوج الاستقبال عبر المصالح ديال الاستقبال وعبر الرقمنه ديال هذا الاستقبال وديال الفوتره. 5 ديال المراكز الاستشفائيه الجامعيه و6 المراكز الاقليميه اللي بدا فيها هذا العمل. ثم هناك ما يتعلق بالانسنه ديال الخدمات، راه كتشوفوا بان مجموعه ديال المصالح اللي تم اعاده ديال التاهيل ديالها. تقليص ديال المواعيد اما في العمليات الجراحيه، كاين برنامج على مستوى سنه 2019 وراه بدا كيعطي الاكل ديالو. كاين كذلك يعني طموح باش نوصلوا الى هدف 50% ديال المواعيد عن بعد في افق 2021، وهذا كذلك كنشتغلوا عليه. شكرا لكم. شكرا. تعقيب السيد النائب، تفضلوا. شكرا سيد الوزير. عندما نسمع الجواب ديالكم كنرتاح سيد الوزير داخل قبه البرلمان، لكن الواقع السيد الوزير كارثي. فقد اصبحت بعض المستشفيات الاقليميه محطه عبور للمستشفيات الجامعيه كالمستشفى الاقليمي تاونات وبركان، لانها تفتقد لابسط الضروريات تقديم الخدمات العلاجيه كمصلحه الولاده، فمثل النساء الحوامل القادمه من الجماعات الترابي كجماعه بوهوده والجماعات المجاوره، بمجرد وصول للمستشفى الاقليمي تاونات تبعد 40 كيلومتر بسيارة إسعاف يتم إرساله إلى المستشفى الجامعي بفاس الذي يبعد عن الجامعة 100 كيلومتر، مما يتسبب في العديد من وفيات العوامل ناهيك عن مخاطر الطرق بسبب المسالك الوعرة. السيد الوزير، نطالب فقط بتنزيل البرنامج الحكومي 2016-2021 سيما المتعلق بالاستراتيجية الوطنية لتكريس صحة الأم والطفل من خلال تأهيل فضاءات الولادة بالعالم القروي. السيد الوزير، مستشفى تيسا متوقف منذ 4 سنوات على الأشغال. أغتنم هذه الفرصة لدعوتكم لزيارة إقليم تاونات المنكوب الصحي لتكتشفوا هذا الواقع المر. المستعجلات مريضة، التجهيزات الطبية غير مستعملة، انعدام التخصصات. وشكرا. هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا سيد نائب من فريق الاستقلالي. السيد الوزير، والله الا بقينا نحسموا نهضروا في هذا الشيء ديال الطب بالنسبه للعالم القروي. ديك الشيء زعما يرثى لها كما قالوا الاخوان، هذاك الشيء راه خصو تشوفوا هذا الشيء بيدكم بعين، ديروا واحد الجينه وتخرجوا وتشوفوا المسائل ديال العالم القروي. اما الهضره هنايا راه الصراحه عينه وشكرا. هل من تعقيب اضافي اخر؟ كلمه لكم سيد الوزير للرد على التعقيب والتعقيبات الاضافيه. السيد النائب اللي جات على الخروج، انا كنخرج، كنت في سيدي سليمان ودابا غادي الاسا ومن بعد الطاطا ومن بعد الرشيديه، اسبوع واحد ما كاين مشكل. الخروج كنخرجوا وكنشوفوا المشاكل. السيد الوزير من فضلك. وكنشوفوا المشاكل. اليوم العمل ماشي بوحده على المستوى المركزي، حنا تنديروا واحد العدد ديال المجهودات وكاين خطه وكاين عمل. كاين كذلك اهتمام بالمستوى الجهوي وبالدور اللي كيقوموا به المنادب والمدراء ديال المستشفيات، وكاين تتبع لهذه المساله هذه باش يمكن نحسنوا من المستوى ديال الخدمات. محطه ديال العبور مراكز شفائيه اقليميه ماشي دائما صحيح، ماشي صحيح، كاين افراط في بعض المرات، كاين افراط خاصه لما كيتعلق الامر بالليل وتيكون اما المداومه ما كاينش او بعض الحالات لما كتعلق بالولاده المجموعه ديال الحالات كتكون مبرره. شكرا سيد الوزير.
السؤال الموالي عن الخدمات الاستشفائية للسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الاستقلالي الوحدة والتعادلية. تفضلي السيدة النائبة المحترمة. عن جودة الخدمات الاستشفائية سيد الوزير نسائلكم. جواب سيد الوزير. تفضلوا. النائبة المحترمة، همنا اليومي هو تحسين جودة الخدمات الصحية. شكرا. لكم الكلمة للتعقيب. سؤال مقنع سيد الوزير، جوابك مقنع. غير سيد الوزير باش ما نكونوش عدميين، كنشكركم على المجهودات اللي كتقوموا بها، ولكن هذا الشيء راه ما كافيش السيد الوزير. استبشرنا خير بقدوم مستشفى الجامعي بجهة سوس ماسة، ولكن النزيف ديال الأطباء والممرضين ولا كيخلق واحد، وصل لواحد الحد كارثي باش نكونوا واضحين. المصالح حيوية بالمستشفى الجهوي بأكادير كجراحة المفاصل والدماغ والإنعاش والقلب، هذا الشيء موقف في غياب الطباء اللي ما تيتعوضوش، في غياب الممرضين اللي ولينا ولاو الطباء كيستعنوا بتلاميذ ممرضين ما عندهمش الكفاءة والأهلية، وهذو مصالح السيد الوزير اللي هي حيوية وانتم أدرى. ثانيا السيد الوزير، المشكل اللي واقع الان في كليه الطب مع الطلبه، هادشي راه ما كنظنش انك يبشر بالخير. ومساله اخيره قبل ما نختم السيد الوزير، كنطلب منكم باسم الساكنه ديال اقليم تارودانت اللي كنمثلها في هذه القبه المحترمه، باش تفتحوا تحقيق وتحقيق موسع في صفقات التغذيه بالمستشفيات، راه وقعت كارثه في رمضان. شكرا السيده النائبه المحترمه. هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد النائب من فريق العدالة والتنمية. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، نسائلكم عن ضعف الخدمات الاستشفائية بإقليم الحوز الناجم عن استمرار إغلاق العديد من المراكز الصحية بالإقليم، رغم توفر على التجهيزات اللازمة، استمرار تغيب الأطر الطبية عن العمل في بعض المراكز، حيث الحضور لا يتعدى يومين أو ثلاثة في الأسبوع، الخصاص في الأطر الطبية بالمستشفى الإقليمي بالحوز، غياب التجاوب بين مندوبي الوزارة بالإقليم والجهة مع ممثلي الجماعات الترابية لتدارس المشاكل المطروحة، وسوء تدبير مواعيد إجراء الفحوصات حيث طول المدة والتأجيل تلو التأجيل، إعادة النظر في تنظيم المستجلات بالإقليم. وشكرا. هل من تعقيب إضافي آخر؟ كلمة للسيد الوزير للرد على تعقيبات. تفضلوا. شكرا السيدة النائبة، تنشكركم على المداخلة ديالكم. وفيما يتعلق بتارودانت، فطلبكم يعني استمعنا ليه ونقوموا باللازم في هذا الجانب. هذا فيما يتعلق بالمركز الشفائي الجامعي، يعني الأشغال غدا على قدم وساق الحمد لله. اليوم يعني أكثر من 20% ديال النسبة ديال التقدم ديال الأشغال في الوقت اللي مازال ما وصلش للسنة ديال الأشغال ديالو، ومازال لواحد العامين اخرى اضافيه. المستشفى الجهوي ديال اكادير اعتبره مستشفى نموذجي صراحه، زرته عده مرات ولقاءات مع المنتخبين ولا مع السيد الوالي، يعني بان واحد المجموعه ديال النتائج الايجابيه اللي بدات كتبان عليه، خاصه انه التحقوا به يعني اساتذه جامعيين وكذلك اطباء مقيمين اللي عزوا الطبيب المقيم، راه يمكن له يقوم بمجموعه ديال الاعمال الطبيه والجراحيه الى جانب الاستاذ، وبالتالي هادو عزوا. حنا اليوم كنشتغلوا باش يمكن تفعل داك الاتفاقيه اللي كاينه بين المديريه الجهويه والجامعه ديال اعوذ بالله بنو زهر. ثم كذلك فيما يتعلق بالخصاص اللي تكلمتي عليه في الاطباء، على اي حال هو كيبقى نسبي بالمقارنه مع اقاليم اخرى، مع العلم انه اكادير وانزكانج عندنا منهم ارضيات ديال التدريب بالنسبه للطلبه، وكذلك وعرفوا يعني مجموعه ديال الاعمال اشغال انزكان كان يعني القسم او البلوك ديال العمليات الجراحيه كله تعاود من جديد. اكادير هناك اشغال في مجموعه ديال المصالح ديال المستشفى باش يمكن تواكب هذه الديناميه وتستجب لا للعلاج ولا للتكوين. فيما يتعلق بالحوز، العديد من المراكز مغلقه لا اظن، ولكن هناك مراكز اللي كدار بعض المرات كيديروها الجماعات بلا ما يتشاوروا مع وزاره الصحه، ما كتكونش وزارة الصحة لا وجدت لا التجهيز ولا الموارد. ولكن حنا السؤال الموالي
حول تعريفة الخدمات الصحية للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق الأصالة والمعاصرة. كلمة لكم سيد نائب محترم. شكرا سيد رئيس. سيد الوزير، نسائلكم عن سياسة الحكومة فيما يتعلق بضبط مجال تسعير الخدمات الصحية في القطاع الخاص، والتي يشكو المواطنون والمواطنات من تعرضهم لنوع من الاستغلال بسبب غياب أي تنظيم أو تسقيف لأثمان هذه الخدمات. شكرا. كلمة السيد الوزير، جواب تفضلوا. شكرا سيد النائب المحترم. اليوم كاين واحد العمل ومفاوضات يعني كتقودها اليوم الوكالة الوطنية للتأمين الصحي مع مقدمي الخدمات، خاصة المصحات، ولكن كذلك كل المهنيين، باش يمكن يتعاد النظر في الاتفاقيات الوطنية اللي فيها جانب اللي كيهم التسعيرة، مدى احترام هذه التسعيرة هذه، ولكن كذلك كل آليات ديال المراقبة وديال الضبط ديال العلاقة بين المواطن، لأن المواطن خصو يكون في صلب هذه الاتفاقية هذه، باش كذلك نقلصوا من باقي أدائه بالنسبة للمواطن، في نفس الوقت يشوف واحد التعريفة اللي خصها تكون دائما. أولا قانون 131/13 كينص على أن التعريفة خصها تكون منشورة في البهو ديال المصحة، منشورة كذلك في المدخل ديال العيادات الطبية. كنقوموا بعملية تفتيشية، المفتشية العامة لوزارة الصحة العام غدير ما أقل يعني ما تنجلش على 100 عملية ديال التفتيش في المصحات، 100 في الوقت اللي السنة الماضية كانت ما وصلتش ل 50. كذلك نفس الشيء بالنسبه للعيادات الطبيه، اللي هناك اليوم نصوص تنظيميه اساسيه اللي خصها تخرج للوجود، التي تحدد المعايير التقنيه لهذه العيادات الاساس، وهذا الشيء كله في اتجاه يعني تحسين الخدمات للمواطن. شكرا لكم. تعقيب الفريق، تفضلوا سيد نائب. شكرا سيد الوزير. انا من خلال الجواب ديالكم انه يحمل لا يحمل إلا وعود، ولكن واقع الأمر هو أنه القانون 13/31 أنه سري المفعول منذ زمن، يلزم المصحات بإعلان كل معلومات المتعلقة بأسعار الخدمات والتي تعرضها أتعاب المهنيين الصحيين والمزاولين فيها. هذا القانون هذا ماشي يلاه وليد اليوم، كاين عمره ما تطبق. المصحات إلى يومنا هذا نقدر نقول لك بينهم كاين شي مصحه اللي كدير اعلان ديال 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 رسوم الخدمات. شيء اخر هو بالنسبه لاي مواطن الوقت اللي كيمشي للمصحه، انه تيكون اذا كان عنده نظام ديال لامو ولا نظام اخر من التغطيه الصحيه الخاصه، كيتم التعامل معاه بطريقه مغايره. نفس العمليه، نعطيك غير مثال سيد الوزير، بالنسبه للانسان اللي غادي يدير عمليه جراحيه بسيطه ديال انفراكسيون جونو باغ اكزومبل، كتلقى الا عنده لامو يا اما ما غاديش يتم الاستقبال ديالو من طرف لي كلينيك المصحات، بعض المصحات الخاصه، او يكون ملزم لاداء فريق الثمن اللي هو الاداء ديال النوار اللي كاين عندنا مشكل. شكرا سيد النائب. هل من تعقيب اضافي؟ كلمة السيد الوزير في بضع ثواني ما تبقى من الوقت. المصحات بالمئات، وزارة الصحة لما جيت لقيت فيها 15 ديال العناصر في التفتيشية العامة، لأن يلا كنعزوهم بين تفتيش المؤسسات العمومية ديال هذه الصفقات اللي تكلمت عليهم السيدة النائبة المحترمة ديال المصحات. إذن راح ناقصنا كذلك نسرعوا من الوتيرة ديال تأهيل الإمكانيات ديالنا باش يمكن نراقبوا. شكرا سيد الوزير. السؤال الموالي حول تتبع ومراقبة المصحات الخاصة للمعايير المعمول بها للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق التجمع الدستوري. تفضلوا سيد نائب محترم. شكرا سيد رئيس. سيد الوزير، نسائلكم عن مراقبة وتتبع المصحات الخاصة للمعايير المعمول بها، وشكرا. كلمة السيد الوزير، الجواب. سيد نائب المحترم، واعين بهذا الإشكال. اليوم اكثر من 90% ديال النفقات ديال صناديق التامين كتمشي للمصحات الخاصه. اليوم تقريبا في المستشفيات العموميه كاين يعني اصحاب حاملي الرميد. خصنا نوصلوا لواحد المستوى اللي يكون واحد التوازن، يعني جميع المغاربه كيف ما كان حامل البطاقه ديالو يمشي هنا ولا لهنا. هذا واحد العمل خصنا نديروه بالنسبه للمصحات والقطاع الخاص بشكل عام. راه الحل أساسي في الاتفاقيات الوطنية،
وفي الدور اللي خصها تلعبوا لا نام كذلك، لان واحد الوقت حيدنا لها عبر واحد اتفاقيه، واحد حيدنا لها عبر واحد البروتوكول ديال الاتفاق الامكانيه ديال الزجر. خص الوكاله الوطنيه تقوم بالدور ديالها ديال التقنين وديال الضبط ديال هذه المساحات بناء على اتفاقيات جديده بتسعيره جديده، بكذلك بروتوكولات علاجيه جديده، بعتبات وضع عتبات لمجموعه ديال الاعمال الطبيه والجراحيه. هادشي كله مجدناه ونتمناو انه هاد السنه يتم يعني التفعيل ديالو باش يمكن نبداو واحد صفحه جديده في تعامل الوزاره مع المساحات وتعامل المساحات مع المواطن. شكرا. تعقيب الفريق، تفضلوا سيد النائب. شكرا سيد الوزير. صحيح لانه الخدمات الصحيه خصها تولي بحال العام بحال الخاص، تولي المريض فين ما مشى يتعالج ويتشافى. الا هناك اشكاليات عند هذه المصحات وهو التعريفه بحال اللي تكلمتوا عليها قبل. رخص المراجعه ديالها من 2006 13 العام، خص واحد التاريخ اللي مراجعه التعريفه ونطبقوا القانون. ما كاينش النوار وما كاينش شاك دكارونتي وما كاينش في هذه المصحات، ولكن مقابل هذا خص واحد التعريفه تكون ملائمه لخدمات العصر، لان دابا كيتطور. كاين هناك كذلك اشكاليه ديال التي بي ا، دابا الاطر الصحيه من العام كتمارس في الخاص، خصو تنظم. راه كاين في دول اخرى كيدخل الطبيب في قلب المستشفى وكيتخلص وكيعطيك فاكتوره على ذاك الخدمه اللي عطاك وهو في الطب هذا وتيمارس في الخاص. اليوم كاين واحد شويه الفوضى، خاص واحد التنظيم ديالها وخاص مراجعه، لان كاين خلاف بين وزاره التعليم العالي و يعني ماشي الوزاره، لوردر دي ميدسان كاين هناك ما معترفش وهادو معترفين، وبالتالي خص تنظيم هذا. شكرا سيد الرئيس. هل من تعقيب اضافي؟ سيد الوزير كان رد بعد الثواني انتهى. نمر للسؤال الموالي وهو حول توسيع نطاق التغطيه الصحيه للسيدات والساده النواب المحترمين من فريق التجمع الدستوري. تفضلي السيده النائبه المحترمه. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير المحترم، عن مآل مشروع توسيع نطاق التغطية الصحية لتشمل الوالدين نسائلكم اليوم. جواب السيد الوزير، تفضلوا. شكرا السيدة النائبة. المسألة ديال توسيع التغطية الصحية الأساسية أساسية بالنسبة لنا فيما يتعلق بتمويل المنظومة الصحية. المنظومة الصحية ما تجيش لقدام إلا ما شفناش ولقيناش يعني امكانيات من اجل ذلك، والمقاربه التضامنيه والجماعيه اللي كيتشكل هذه التغطيه الصحيه هي مقاربه مهمه. اليوم عندنا 60% ديال التغطيه الصحيه، الا خدينا الراميدو والتغطيه الصحيه الاساسيه بالنسبه للموظفين والاجراء، خصنا نزيدوا المستقلين. وكان واحد العمل جبار، اجتماعات كثيره اللي دارت اليوم وغنوصلوا النتائج مع بعض المهن كالمهن الطبيه على سبيل المثال ومهن النقل، بدينا كنوصلوا النتائج. ولكن هذا القانون كذلك مهم ديال التغطية الصحية بالنسبة للآباء والأمهات، بدينا نناقشوا على مستوى المجلس المستشارين، نتمناو في القريب إن شاء الله نصادقوا عليه ويجي لهذا المجلس المقر من أجل المصادقة النهائية. المهم فيه هو أنه يتعلق أمر 200,000 ديال المواطنات والمواطنين اللي غيتم التكفل بهم، ولكن شريطة بطبيعة الحال إعادة النظر في النسبة ديال الانخراط ديال جميع المنخرطين، يكونوا والديهم في الحياة ولا ما عندهمش، يعني شيء كيخلص على شيء، وهذا هو النظام التضامني والجماعي. شكرا اللي بغيت. شكرا سيد الوزير. تعقيب الفريق، تفضلي السيده النائبه المحترمه. شكرا السيد الرئيس. بالضبط السيد الوزير، انا كنت كنتكلم على المشروع ديال القانون 63/13/16 اللي هو المتمم ديال القانون 65/13 اللي هو اليوم حابس بمجلس المستشارين، واللي اكدت لي من بعد ما شفت القانون طلعت عليه في الماده 5 بالضبط. اليوم انت كتاكد لي بلسانك على انه غيشمل الجميع. كيف يعقل السيد الوزير ان يشمل هذا القانون الجميع وان كان الوالدين ديالو متوفين؟ طبعا المغاربه ماشي فقط الوالدين، وانما اتصدموا سيكون بطريقه لابقه ومنطقيه ومعقوله. لا يمكن ان يعقل ان يكون الماجور او صاحب المعاش يعني والديه متوفين واننا نقتطعوا اجباريا من الاجر ديالو. هذا هو اللي خلى القانون حبيس بالغرفة الثانية كنظن. ولهذا نطلب منكم السيد الوزير على أن تعملوا جادين من أجل إيجاد حل منطقي، حل سريع من أجل إخراج هذا القانون، لأن الآباء والأمهات
في انتظار إخراج هذا القانون، هما في أمس الحاجة إليه، ولهذا لا يعقل أن يتم الاقتطاع سواء كانوا عندهم تغطية أو ما عندهمش أو متمثلين أو مجموعة. شكرا سيدة النائبة. هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد النائب من الفريق الحركي. خذ الصوت، انتهى الوقت. معذرة معذرة. رد السيد الوزير. كاين رد؟ صافي الوقت ما بقاش. انتهى الوقت كذلك. أجل بارك. وانتهت الأسئلة الموجهة لهذا القطاع. شكرا السيد الوزير على حسن مساهمتكم. شنو؟ فيه تعقيب إضافي؟ شكون أنت؟ تفضل تفضل الدكتور. سيد الوزير من فضلك فيه تعقيب إضافي. تفضل سيد نائب محترم، كلمة لفريق العدالة والتنمية. تفضل. وهذا المشروع قانون ديال التغطية الصحية للوالدين يعني غريب، واحد المنطق اللي كنغيبوا فيه التضامن. التضامن كيقول باللي بالنسبة للمؤمن كيأمن نفسه وكيأمن الزوجة ديالو وكيأمن الأبناء ديالو، وندخلوا معاه، هذا هو مشروع القانون، يدخلوا معاه الوالدين. النسبة شحال غادي ناخذوا له؟ هي نفس النسبة 5% بالنسبة للكنوبس، 6-37 بالنسبة للسينيسيس. إلى بان باللي كاين واحد الاختلال في التوازن المالي كاين مرسوم اللي كيحدد. أما نقولوا أودي لا، واش الآباء نتاعو ميتين ولا حيين ولا عنده 5 ولا 6 تاع الدراري، وإلا الأعزب اللي الآن عنده الكنوبس حتى هو ما يخلصش بحاله بحال اللي مزوج، واللي ما عندوش دراري حتى هو ما يخلصش بحال اللي عنده الدراري، وبالتالي هذا ما كاينش منطق ديال التضامن. التضامن أن كلشي نخلصوا بحال بحال وندخلوا الوالدين والزوجة والأطفال، هذا هو التضامن. كلمة السيد الوزير للرد فيما تبقى من الوقت. فيه واحد قريب واحد دقيقة. احنا كنتمناو ان هذا الموضوع يعني ياخذ الاتجاه الصحيح ديالو، الا وهو توسيع التغطية الصحية كما عملنا مع الطلبة مثلا، توسيع يعني التغطية الصحية، وكذلك الحفاظ على التوازنات المالية للمؤسسات ديال التأمين الصحي. شكرا سيد. شكرا السيد الوزير، وشكرا على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة. وننتقل إلى القطاع الموالي المتعلق بالتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في 8 أسئلة. أولها عن سبل إنجاح الحركة الانتقالية للسيدات والسادة النواب المحترمين من المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية. تفضل السيد الرئيس. السيد النائب. تفضل السيد النائب. شكرا سيد الرئيس. السيده والساده الوزراء المحترمين، السيدات والساده النواب المحترمين، السيد الوزير، قبل طرح هذا السؤال لا بد من التنويه بالمجهودات التي تقومون بها لانجاح الحركه الانتقاليه والاستجابه لجميع رغبات الانتقال المعبر عنها. سؤالنا سيد الوزير يتعلق بتصوركم لمعالجه هذه الاشكاليه التي يعاني منها رجال ونساء التعليم. شكرا. كلمة لكم السيد الوزير الجواب. تفضلوا. شكرا السيد الرئيس. السيدات والسادة النواب المحترمين، عواشر مبروكة صحيحة والسلامة إن شاء الله. كنشكرك على هذا السؤال اللي هو مهم جدا. كيف ما كتعرفوا، ما كتسمعونيش واقيلا؟ الصوت شوية. كيف ما كتعرفوا، قبل من انطلاق كل موسم دراسي كاين واحد المجهودات الجبارة اللي كتقوم بها الوزارة باش توفر الموارد البشرية اللازمة، ومن بينها طبعا كتبقى الحركة الانتقالية. بغيت نعطي واحد المعلومات. هذا العام عندنا 15,000 منصب جديد في إطار ديال التوظيف ديال الأساتذة أطر الأكاديميات، وهذا العام هذا 15,000 كاين منها 8,150 في الابتدائي، منهم 180 تيدرسوا الأمازيغية و 6,850 بالثانوي. و قد تم تكليف بعض الأساتذة أطر الأكاديميات من أجل سد بعض الخصاصات و
كذلك الاقتضاد اللي كانت تعرفوا بعض الاقسام، ولكن هذه التكليفات ما كانش عندها واحد التاثير على الحركه الانتقاليه، بحيث انه في الثلاث سنين الاخيره 72,695 اللي استفدوا من الحركه الانتقاليه، غير في 2019 28,548، 635 منهم داروها عن طريق هذيك الاليه الالكترونيه اللي عرفت استحسان. شكرا سيد الوزير. تعقيب الفريق، تفضلوا سيد نائب. سيد الوزير، الإشكال الذي نود طرحه اليوم يتعلق بما ستقومون به للتعاطي مع طلبات الحركة الانتقالية بعد توظيف المتعاقدين جهويا الذين سيواجهون بدورهم بصعوبة الانتقال خارج الجهات التي عيونوا فيها، ونتطلع إلى تفاهم وضعية كثير منهم خصوصا المتزوجين الذين يرغبون في الالتحاق بزوجاتهم العاملات في خارج جهات أخرى. شكرا سيد الوزير. شكرا. المين تعقيب إضافي؟ نمر للسؤال الموالي وهو حول تجديد المقررات والمناهج الدراسية بالتعليم العمومي للسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الاستقلالي الوحدة والتعادلية. تفضلي السيدة النائبة. شكرا سيد الرئيس. لازال التعليم العمومي بلادنا سيد الوزير يخضع لمقررات وبرامج متجاوزة تؤثر سلبا على المستوى ديال التلاميذ، بالتالي فما هي الإجراءات التجديد وتحيين وملائمة المناهج الجديدة لما هو آني. شكرا. كلمة لكم سيد الوزير، مرجو حسن استعمال مكبر الصوت. نسمعكم كاملين ونسمعكم المواطنين. أنا بتشي شوية. أنت طويلة في الدو ديالنا ماشي. شفتيني دابا؟ شكرا على هذا السؤال المهم. تبقى طبعا الله يودي راني تنعرفها مزيان، غير من الصوت ديالها راني عارفها. اسمحوا لي اذا السيدة النائبة، تنقول لك بلي انه تجديد ديال البرامج اصبح واحد الحاله حاجه اللي هي مهمه وضروريه، خاصه ان بلادنا كتعرف تطورات كبيره والعالم كله تعرف تطور. من 2002 الوزاره ما بقاتش هي اللي تتبدل في البرامج، ولكن ولات كدير واحد المجموعه ديال التفاتر ديال التحملات، واللي تيقوموا بهذه البرامج هذه هي مجموعه ديال المتعاقدين. ولكن المستجد اللي غادي يجي به القانون الاطار للتربيه والتكوين هو الارساء ديال واحد اللجنه اللي غادي يكون الدور ديالها هو تجديد ديال هذه البرامج. وانتم تتعرفوا كلكم بان هذا القانون الاطار حنايا تنتظروا المجلس ديالكم الموقر انه يوافق عليه وفي بفارغ الصبر. وشكرا. كلمة الفريق التعقيب، تفضلي السيدة النائبة. سيد كاتب الدولة، دوام مربط الفرس، يجب إطلاق صريح قانون الإطار داخل قبة البرلمان، والحكومة تحمل مسؤوليتها أنها تفرج على هذا القانون الإطار، لأنه فعلا راهين أنه يحقق لنا الأهداف ديال الرؤية الاستراتيجية اللي جاء بها القانون نفسه. سيد الوزير، خصنا نعرفوا أن هذه المناهج فعلا اللي كتقرى اليوم هي متجاوزة، وكتساهم بقدر كبير بأن التلاميذ ما بقاش عندهم جاذبية لهذه المدرسة، بالتالي وزائد أنه يعني المناهج قديمة استوفت العشرية ديالها وقربت أنها تدخل في نهاية العشرية الثانية، بالتالي سيد الوزير يعني ضرورة آنية ما بقاش فيها تتحمل الوزارة مسؤوليتها في إصدار هذه المناهج. كذلك سيد الوزير، خص أي منهج خرج يواكبوا التكوين الأساتذة والأطر اللي غينزلوه باش يكون واحد التنزيل هو فعلي وفعال. كذلك يجب العودة إلى النموذج أو البرنامج المدرسي الموحد، بارك علينا من هاد قوت العناوين، ما بغينا زواق، بغينا مادة يتسوى فيها التعليم العمومي. شكرا السيدة النائبة المحترمة. هل من تعقيب إضافي؟ تعقيب إضافي ما فيش، تنشوف واش كاين الأغلبية. تفضلي السيدة النائبة من فريق الأصالة والمعاصرة. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، الخوف كل الخوف من السياسات ارتجالية للحكومة الناتجة عن عدم القدرة على التخطيط المسبق دون دراسة العواقب. سيد الوزير، خاصكم اليوم تصارحوا المغاربة وتقولوا لهم لصالح من تغيير عنوان بعنوان وصورة بصورة على حساب جيوب مجموعة من الآباء اللي هي مرهقة أصلا، وعلى حساب الكتبيين للكثير منهم معرضين للإفلاس بسبب هذه الارتجالية المتكررة كل سنة. هل من تعقيب إضافي آخر؟ كلمة للسيد الوزير للرد، تفضلوا. يعني في انتظار إن شاء الله
صدور ديال القانون الاطار، فالوزاره هي ماشي جلسه مكتوبه الايدي، كاينه واحد اللجنه ديال التقويم والمصادقه واللي تتقوم بواحد العمل مهم جدا، وهذه فرصه باش نحيوها ونشكروها على المجهودات اللي تقوم بها، بحيث انه في 2018 2019 راه تم اصدار 23 كتاب جديد و23 دليل بيداغوجي جديد بالنسبه للقسم الاول والثاني ابتدائي، وبالنسبه للثالث والرابع تم اصدار 26 كتاب جديد و26 دليل بيداغوجي جديد. لكن تنقولها مره اخرى، حنا تنتظروا ارساء اللجنه الدائمه للتجديد والملائمه المستمرين للمناهج والبرامج والتكوينات اللي تنص عليها القانون الاطار من اجل الاقلاع ان شاء الله بهذه المنظومه التربويه والتكوينيه ديالنا. شكرا. السؤال الموالي عن تنظيم العلاقه بين التكوين المهني والتعليم العالي المدرسي والتعليم المدرسي والعالي للسيدات والساده النواب المحترمين من الفريق الحركي. تفضلوا السيد النائب المحترم. السيد الرئيس، السيد الوزير، سعيا الى تمكين الشباب من اختيار مسارهم المهني عن وعي وتبصر وتبديل القلق الذي ينتابهم حول مستقبلهم المهني، فقد أصبح من اللازم إعادة هيكلة العلاقة الرابطة بين المعلومة بين منظومة التعليم والتكوين المهني بما يضمن فعالية أكبر لهذا الأخير، ويجعل منه مسلكاً مستقلاً بذاته ووسيلة للانخراط في مسار مهني حقيقي. وعليه نسائلكم السيد الوزير على الإجراءات المتخذة لتعزيز آلية التوجيه في كل مستويات التعليم والتكوين المهني. شكراً. كلمة لكم سيد الوزير، الجواب تفضلوا. شكرا سيد نائب المحترم على هذا السؤال المهم. ففعلا التوجيه المدرسي والمهني تبقى في صلب الأولويات ديال وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وكيحظى بالصدارة ديال الأولويات ديالها، خاصة من بعد الخطاب الملكي ديال 20 غشت 2018 وتنزيلا للتوجيهات الملكية السامية وكذلك التفعيل ديال الرؤية الاستراتيجية للإصلاح، فقد وضعت الوزارة تصور جديد ومندمج لنظام التوجيه، وعطت الانطلاقة ديالو نهار 29 أبريل 2019 في مدينة أكادير. هذا التصور الجديد هو تقوم على إرساء العمل بالمشروع الشخصي للمتعلم كمحور لتدخلات جميع الفاعلين في مجال التوجيه المدرسي والمهني والجامعي، وإناطة دور مواكبته منذ نهاية التعليم الابتدائي بهؤلاء الفاعلين حسب الموقع ديالهم. ومرة أخرى نرجع وغادي نشير لأهمية القانون الإطار في خلق الجسور بين مختلف مكونات المنظومة التكوينية والتعليمية. وشكرا. كلمة للفريق التعقيب، تفضلوا سيد النائب المحترم. شكرا سيد الوزير على المجهودات التي تقومون بها لإنعاش هذا القطاع الحيوي. الكل يعرف الدور المهني، الدور الذي يؤديه قطاع التكوين المهني في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمهنية في العديد من الدول المتقدمة والمكانة التي يحظى بها داخل المنظومة التعليمية، حيث يختاره العديد من الشباب لتحقيق طموحاتهم المهنية نظرا لقيمته والإمكانيات التي يتيحها بالنسبة للطلبة الذين يريدون الالتحاق بمسار التعليم العالي ومدارس المهندسين. وهذا حسب رأينا ما تفتقر إليه منظومة التعليم والتكوين في بلادنا، حيث لا زالت الأنظمة متباعدة وغير مندمجة، القطاع الخاص والقطاع العام، القطاع الخاص فيه المعتمد والغير المعتمد، وكذلك أيضا ولوج خريج التكوين المهني للتعليم الحالي العالي جد محدودة إن لم نقل منعدمة، وتأهيل ناهيك عن تأهيل مسار التكوين المهني لا يعتبر خيارا أوليا. أيضا الفوارق المجالية بين الأقاليم يحد من نجاعة التوجيه نظرا لغياب بنى تحتية في مجال التكوين المهني، وأخص بالذكر إقليم بولمان. إقليم بولمان كما تعلمون السيد الوزير يزخر بمؤهلات طبيعية وبشرية جد مهمة، وأخص بالذكر على سبيل المثال نسبة النجاح في البكالوريا الذي وصل إلى 95% في السنة الفارطة، مما يجعله يتصدى المرتبة الأولى وطنيا، وعدة مشاريع رأت النور كذلك في الإقليم، منها مشروع النور أو ما يسمى بنور منزل، أولى محطة توليد الكهرباء
المجينة أي إبريد، والذي يصل غلاف مالي يقدر ب 5.57 مليار درهم، وبطاقة لتخريج كهرباء 800 ميجاوات. جيجو كذلك أكبر منتج للبطاطس والبصل القصابي، منتج الغسول معروف عالميا. شكرا سيد نائب، شكرا سيد نائب محترم. هل من تعقيب إضافي؟ كلمة لكم سيد الوزير للرد على التعقيب. نائب المحترم، على مرة أخرى على السؤال الهام وعلى الملاحظات. طبعا فيما يخص إقليم بولمان فإحنا غادي ناخذوا هذه الملاحظات ديالكم بعين الاعتبار، ومرة أخرى تنذكر بأنه راه كاين إصلاح كبير ديال المنظومة التربوية والتكوينية من جهة، من جهة أخرى كاين الخارطة ديال الطريق لإصلاح منظومة التكوين المهني اللي تقدمت أمام سيدنا الله ينصرو نهار 4 أبريل، واللي من شأنها أنها تعالج كاع هاد الاختلالات اللي كانت تعرفها المنظومة في السنين السابقة، رغم أنه في المجال ديال التكوين المهني كما باقي المجالات في المغرب فكان تقدم كبير في هذه 20 سنة الأخيرة، ولكن لا بد من بعض النواقص التي خصنا نعالجها إن شاء الله من أجل النجاح أكثر. وشكرا. السؤال التالي عن وضعية مستخدمي الأمن الخاص والنظافة والبستنة بالمؤسسات التعليمية للسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الاشتراكي. تفضلوا السيد النائب المحترم. شكرا سيد الوزير على هذه الفئة اللي كتأدي خدمات مهمة وأساسية للمؤسسات التعليمية والإدارة التابعة لكم. كنسألكم وفي نفس السياق كنسألكم على الإجراءات اللي غادي تاخذوها مع المقاولات اللي تعاقدوا معها أنتم من أجل يحسنوا الوضعية ديالهم، هي وضعية الأمن الخاص والبستنة والنظافة. شكرا. كلمة لكم سيد الوزير رد على السؤال. شكرا سيد النائب المحترم على هذا السؤال المهم اللي تهم واحد الفئة مهمة كتقدم خدمات جليلة للمؤسسات التربوية في بلادنا. كما تعرف الجميع فكانوا هاد الأعوان وهاد الأطر اللي تشتغلوا في البستنة وفي النظافة وفي الحراسة كانت يتم التوظيف ديالهم عن طريق المسطرة العادية ديال التوظيف في الماضي، ولكن بسبب حالات على التقاعد، حالات الوفاة، وكذلك بالنسبة للإكراهات اللي بدأت تعرفها يعني المنظومة ديال التوظيف في البلاد ديالنا، فالآن تتم اللجوء إلى التعاقد مع شركات خاصة باش هي اللي كتقدم هذه الخدمات هذه، طبعا عن طريق الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين اللي كدير صفقات عمومية وكتعاقد مع واحد العدد ديال الشركات. تم رصد 700 مليون ديال الدرهم من طرف الوزارة من أجل توفير هذه الخدمات في المدارس، وهذه الخدمات دابا الآن هي مؤممة في الثانويات وفي إعداديات وكتشمل 30% من المؤسسات الابتدائية. كيف ما تتعرفوا الدفعة التحمل. شكرا سيد الوزير. شكرا سيد. على أسف انتهى الوقت. تعقيب الفريق، تفضل سيد نائب. سيد الوزير ذاك المبلغ اللي قلته باهت، اش كيوصل منه لهذه الفئة؟ لا شيء. المشكل فيكم في وزارتكم، لأن أنتم اللي موصي على هذا الإشكال. اليوم منين تتلقى مصالحكم كتقبل التعاقد مع هاد الشركات أقل من الحد الأدنى للأجر، شنو كيعني داك الشيء؟ كيعني أعطي لذاك المستخدم 800 درهم و 700 درهم و 1000 درهم ولحوا للشائع، كيعني ضخ الأموال فائدة هاد المقاولات على العاتق ديال هاد أبناء الشعب اللي كيأديو خدمات، وقلتو كيأديو خدمات مهمة. اليوم الأمن الخاص في المؤسسة التعليمية وفي الإدارات ديال التعليم، اليوم العمال النظافة والبستنة كيعانيو، والمسؤولية ديالهم مسؤولية ملقاة على عاتق الوزارة لأن هي الوصية وهي اللي مسؤولة على حماية قانون مدونة. شكرا شكرا سيد النائب محترم. هل من تعقيب إضافي؟ نمر للسؤال الموالي وهو عن التدابير المتخذة من أجل ضمان اجتياز امتحانات البكالوريا في ظروف جيدة للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق العدالة والتنمية. تفضلوا سيد النائب المحترم. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، تلاميذ المغاربة اليوم بصدد إجراء اختبارات البكالوريا، ما هي التدابير المتخذة لضمان حسن سيرها؟ شكرا. كلمة لكم سيد الوزير، تفضلوا. شكرا السيد نائب المحترم. طبعا تيبقى التاريخ ديال اليوم الثلاثاء 14 يونيو، هو واحد النهار تاريخي عند الشباب المغاربه اللي غيجتازوا البكالوريا.
طبعا الوزارة قامت بجميع الترتيبات اللازمة من أجل إنجاح هذه المحطة، هذه اللي قلت هي محطة مفصلية في المسار الدراسي والمهني ديال واحد الشريحة كبيرة الشباب المغاربة. هذا العام العدد ديال المترشحين تيبلغ 441,065 مترشحة ومترشح، زيادة ديال 0.3%. عدد المندرجين منهم 322,298، والإناث كيشكلوا نسبة ديال 48%. المرشحين الأحرار كنقصدوا الأحرار يعني اللي غيدوزوا الامتحان 108,787 مترشحة ومترشح، بما يمثل 25% من مجموع المرشحين. وكذلك كنلاحظوا واحد الزيادة في المسالك الدولية، حيث أنها تزادت ب 36% خيار الفرنسية ودي الإنجليزية بالمقارنة مع السنة الفارطة. كذلك تضاعف ديال البكالوريا المهنية بنسبة 4 مرات على المقارنة مع السنة الفارطة. شكرا. تعقيب الفريق، تفضلوا سيد نائب محترم. شكرا سيد رئيس. سيد الوزير مرحبا بكم. كنتمنوا المجهودات اللي كتقوم بها الوزارة ديالكم واللجان المختصة وكذلك الأمن الوطني محاربة ظاهرة الغش والتسريبات اللي انتشرت في المجتمع ديالنا، مثلها بحال العنف المدرسي، والأسباب ديالها متنوعة، منها تدهور القيم وكذلك عوامل نفسية، منها قضية الوظيفة والعتبة واللي ولات خطر على المجتمع وهي باب أساسي دابا الفساد. من الإعدادي والثانوي راه انتشرت دابا في الجامعة، ولكن حتى في الابتدائي كاين أمور غريبة كتوقع، خاصة في امتحان استشهاري ديال السادس، ومزيان تبحثوا في هذا الموضوع. بالنسبة للمقاربة الجنائية هي مهمة ولكن غير كافية، كذلك عملية ديال التحسيس ممكنش تختزلوها في يوم ولا أسبوع. وسائل الغش تتجدد، قضية الهواتف ولات تجاوزت دابا، وكاين وسائل إلكترونية جد متطورة. هادشي كيدل بأن العملية التربوية فيها مشكل، تراجع ديال التعليم العمومي اللي ما بقاش كيضمن كذلك تكافؤ الفرص، حتى هو لا بغينا نقولوا غش من نوع آخر. المطلوب الآن هو إعادة النظر، ضرورة ملحة في عملية تقويم قضية الامتحان، كذلك آليات ديال ولا منظومة ديال القيم والأخلاق لإتات الميثاق وإتات الرؤية، خص آليات التنزيل ديالها والتفعيل ديالها والمواكبة ديالها. وحنا على أبواب إصلاح جديد، ما عرفش الرقم ديالو شحال، خصنا إصلاح يكون كيبني على القيم ديالنا، الثوابت الوطنية ديالنا، على الأخلاق ديالنا، على الهوية ديالنا، ويكون الخرط فيه الجامع ونبعدوا على السياسة. شكرا سيد النائب. هل من تعقيب إضافي؟ ردكم سيد الوزير على التعقيب، تفضلوا. النائب المحترم، فعلا تتبقى المقاربة الزجرية وحدها ماشي كافية، لهدف الوزارة تقوم بواحد المجموعة ديال الحملات ديال التحسيس، وكذلك كاين هناك المراقبة. ولكن كيف ما قلت السيد النائب المحترم، تبقى الدور ديالنا كلنا يعني كأباء كإخوان كأساتذة كنواب برلمانيين كحكومة وجميع مكونات المجتمع، أننا نحارب مثل هذه الظواهر اللي خرجت من المدرسة ولكن راه انتشرت وبدأت كتنخر الجسم ديال المجتمع في عدة مشاكل ميادين أخرى. وشكرا. شكرا. السؤال الموالي عن تقوية البنيات التحتية لمؤسسات التعليم العالي للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق الأصالة والمعاصرة، تفضلوا السيدة النائبة المحترمة. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير، تقوية البنية التحتية لمؤسسات التعليم العالي هي ضرورة باعتبارها مدخلا لارتقاء التعليم العالي وجودة التعليم العالي ببلادنا. وغنكونوا أمام واحد السؤال، هل الجامعة المغربية اليوم مؤسسات التعليم العالي ببلادنا بالمواصفات اللي فيها، بالمرافق الاجتماعية، المطاعم، الأحياء الجامعية، البنية التحتية التكنولوجية وغيرها، وحتى وغيرها، هل ترقى إلى وتساير حاجات الطالب المغربي، وهل تنتج وتساهم في إنتاج خريج المغربي الذي نريد
نريد هذا سؤال والواقع يجيب عن نفسه، ومن جهة أخرى نحن أمام سؤال العدالة المجالية، حيث نجد تمركز عدد من مؤسسات التعليم العالي في جهة دون أخرى، وحتى داخل الجهة في إقليم دون آخر، رغم أن الأساس هو ضمان تكافؤ الفرص بين أبناء المغاربة وإحداث مؤسسات التعليم العالي في إطار سياسة القرب. كل هذا يسقطنا في ظواهر مثل ظاهرة الإكسداد، ظاهرة انقطاع عن التعليم العالي وخصوصا في صفوف الفتيات، وكيحن عاوتاني ظاهره ديال البكالوريا القديمه، ولينا اليوم كنسمعوا بكالوريا قديمه اللي كيضرب في مبدا التعليم للجميع الى غير ذلك. امام شكرا السيده النائبه، الكلمه للسيد الوزير الجواب تفضلوا. السيده النائبه المحترمه، باش نخبرك بأنه كاين واحد المجهودات كبيرة كتقوم بها بلادنا وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي من أجل تأهيل المؤسسات الجامعية، وذلك من أجل تحسين ظروف العمل والتحصيل بالنسبة للطلبة والأساتذة. والوزارة دارت واحد البند خاص لهذا الغرض في الميزانية، وهذه أول مرة تتدار في التاريخ ديال الوزارة. وما بين 2017 و19 خصت ما قدره 180 مليون ديال الدرهم لهذا الغرض. كما ان الوزاره كتعطي 380 مليون درهم كل سنه لميزانيه الاستثمار للجامعات من اجل تمكينها من القيام بالعمليات ديال التوسعه وتهيئه البنيه التحتيه وتجديد التجهيزات. وهذا الشيء هذا كامل ادى الى تحسين المشهد العمراني للبنيات الجامعيه، تجويد ظروف استقبال العاملين والمرتفقين. والان تنشوفوا جامعات يعني كتشرف المغرب، هناك جامعتين جديدتين اللي في المستوى ديال الطراز الجامعات الدوليه، اللي هي الجامعه ديال الطب والصيدله في طنجه، وكذلك الجامعه ديال الطب والصيدله في اكادير، اللي ترصدوا لهم غلافات ماليه تقدر ب 400 و360 مليون على التوالي لكل وحده فيها. كاينين جامعات اخرى تنشوفوا المجهودات التي داروا فيهم، واللي الحمد لله ولاو تيشرفوا المغرب، وذلك باش يوفروا الظروف الملائمه للطلبه من اجل التحصيل والعلم. شكرا مره اخرى السيد النائب. شكرا السيد الوزير. هل من تعقيب اضافي؟ تفضلوا السيد النائب من فريق العداله والتنميه، تفضلوا. السيد الرئيس، السيد الوزير، كاين بعض القرارات ما تتحتاجش الميزانيه. فالبحث العلمي مثلا، كاين بعض المؤسسات التعليميه كالمدرسه الوطنيه العليا للمعادن اللي طلبات اعتماد التكوين بالسلك الدكتوراه من 1993، والمؤسسه مازال تتسنى. في الاخير في 2019 تيتجاوبهم بان ما يمكنش يتدرس الملف في انتظار تجي هذا تجي الضوابط البيداغوجيه. واش غادي نتسناو هذه الضوابط البيداغوجيه عاوتاني واحد 10 سنين اخرى؟ فلهذا تنطلبوا منكم الاسراع بهذا الامر، وشكرا. هل من تعقيب اضافي اخر؟ كلمه للسيد الوزير للرد، تفضلوا. شكرا سيد، ناخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار، وشكرا. شكرا. السؤال الموالي حول تمدرس الفتيات بالعالم القروي للسيدات والسادة النواب المحترمين من نفس الفريق، فريق الأصالة والمعاصرة، تفضلي السيدة النائبة المحترمة. السيد الوزير، نسألكم عن حصيلة برنامج تشجيع تمدرس الفتيات بالعالم القروي. كلمة للسيد الوزير، جواب تفضلوا. شكرا السيدة النائبة المحترمة على هذا السؤال المهم جدا. أولا بعدا قبل ما نجاوب على الإجراءات، نقولوا بأن خصنا نفتخروا بالفتيات المغربيات بشكل عام، سواء في الوسط الحضري والقروي، لأنهم الحمد لله تيديو واحد النتائج مهمة جدا، وخير دليل على ذلك هو نسبة النجاح في البكالوريا اللي كتفوت واحد 56%. والوزارة طبعا تعطي واحد الأهمية كبيرة بالنسبة لتمدرس الفتيات، وخاصة الفتاة داخل العالم القروي. كنشوفوا انتقلات نسب ديال تمدرس الفتيات ما بين موسمي 2014 و2015 و2018 و2019 بالتعليم الابتدائي من 94.2% إلى 100% إلى 100%، وبالتعليم الثانوي الإعدادي من 66.1% إلى 75.1%، وبالتعليم التأهيلي الثانوي التأهيلي من 29.6% إلى 35.4%.
4% بالنسبة للمؤشر المساواة بين الجنسين في التمدرس بالوسط القروي، انتقلات ما بين الموسمين الدراسيين 2014-2015 و2018-2019 بالتعليم الابتدائي من 0.93 إلى 0.94، وبالتعليم الثانوي الإعدادي من 0.68 إلى 0.88. كذلك الانقطاع لدى الفتيات على المستوى الوطني فنقص بواحد النسب مهمة جدا. كتبقى شنية التدابير المتخذة، فهناك طبعا تعزيز الخدمات الاجتماعية، مبادرة الملكية مليون محفظة اللي استفدت منها 48% من الفتيات. شكراً. بالمقارنة مع شكرا سيد الوزير. تعقيب الفريق، تفضلي السيدة النائبة المحترمة. سيد الوزير، بالرغم من المعطيات اللي ذكرتيها حول تحسن تمدرس الفتاة القروية وبالرغم من المجهودات المبذولة، إلا أن الحكومة للأسف لم تصل بعد إلى المستوى المنشود. فسأعطيك مثال سيد الوزير، إقليم تارودانت فقط، هذا إقليم كبير كيف ما كتعرفوا. ففي الموسم الدراسي الحالي انقطع عن الدراسة في السلك الابتدائي 560 تلميذ من بينهم 230 تلميذة، في السلك الإعدادي 2600 تلميذ من بينهم 1600 أنثى، في السلك الثانوي التأهيلي 455 تلميذ من بينهم 244 أنثى. هذه الأرقام سيد الوزير تدعونا إلى التساؤل كثيرا حول واقع التمدرس خاصة بالعالم القروي. فأسباب الانقطاع أو عدم التمدرس الكل يعرفها، فبالنسبة للفتيات الأمر راجع بالأساس إلى ما هو مرتبط بالوسط الذي تعيش فيه. لذا من واجب الوزارة بالتفاعل مع باقي الوزارات المعنية ومع المجتمع المدني تحسيس وتوعية الآباء بأهمية تمدرس أبناء بناتهم. أيضا البعد عن المؤسسة التعليمية سيد الوزير، وغياب دور الطالبات في أغلب الجامعات، وحتى إن وجدت فإنها لا تتوفر على أدنى الشروط. فسأعطيك مثال أيضا سيد الوزير، بالثانوية الإعدادية أصاد المتواجدة أيضا بإقليم تارودانت، انقطع عن الدراسة ما يزيد عن 41 تلميذة مقابل 18 تلميذ بسبب البعد وعدم التمكن من فتح دار الطالبة لعدم جاهزيتها. إضافة سيد الوزير إلى هزالة المنح المقدمة. شكرا سيدة النائبة، انتهى الوقت. هل من تعقيب إضافي؟ انتهى الوقت كذلك السيد الوزير. نمر إلى آخر سؤال في هذا القطاع، وهو عن الاستراتيجية الجديدة لإصلاح قطاع التكوين المهني للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق التجمع الدستوري. تفضلوا السيد النائب المحترم. السيد الرئيس، السيد الوزير، نسألكم عن الاستراتيجية الجديدة لإصلاح قطاع التكوين المهني وشكرا. كلمة للسيد الوزير، جواب تفضلوا. شكرا السيد النائب المحترم. هي الأمر يتعلق بخريطة طريق جديدة لإصلاح منظومة التكوين المهني، والتي تم تقديمها أمام جلالة الملك يوم 4 أبريل 2019. وهذه الخريطة ديال الطريق كتهدف إلى ما يلي: تأهيل قطاع التكوين المهني وإعادة هيكلة شعبه تماشيا مع متطلبات سوق الشغل، تطوير وتحديث الطرائق البيداغوجية وتحسين قابلية تشغيل الشباب عبر مجموعة من البرامج والتكوينات التأهيلية القصيرة المدى، وإحداث جيل جديد من مراكز التكوين المهني التي تسمى مدن المهن والكفاءات متعددة الأقطاب والتخصصات بكل جهات المملكة. وهذه الإحداثات بمثابة نماذج حقيقية وناجعة لتطوير البنيات الموجودة حاليا، والتي سيتم تأهيلها وترشيدها في إطار شمولي يقوم على إعادة النظر في التكوينات التي تقدمها. وشكرا. تعقيب الفريق، تفضلوا سيد نائب. السيد الوزير، بالفعل كما شرطوا تعتبر خارطة الطريق المقدمة أمام جلالة الملك والمتعلقة بتطوير قطاع التكوين المهني والكفاءات واحد رافعة أساسية من أجل المزيد من الدعم ديال المقاولات بصفة عامة ومزيد من الإدماج ديال الشباب في سوق الشغل. لكن كما هو معلوم أن تنزيل هذه الخارطة على أرض الواقع هو مرتبط بواحد مجموعة ديال المدخلات، من أهمها كما شرطوا إحداث مدن الكفاءة والمهن، وكذلك المراكز ديال اللغات الأجنبية، وهذا الشيء كله في أفق 2020-2021. إذا نحن الآن كنشوفوا أن 2020 هي على الأبواب، ولكن ما كنلمسوش وكنلاحظوا أن شي مجهودات بهذا الخصوص قد أنجزت. فلهذا حنا كنسألكم السيد، لا سيما على مستوى مشاريع القوانين المتعلقة بإحداث هذه المراكز أو الشراكات المزمع عقدها مع الجهات المختصة كالجهات أو الدولة أو مؤسسة الحسن الثاني في هذا الإطار. إذا إلى أي مدى وزارتكم غتلتزم بهذا الأفق ديال 2020-2021 من أجل تفعيل هذه الخارطة التي سبق كما شرتم تقديمها أمام جلالة الملك؟ وشكرا. شكراً
هل من تعقيب إضافي؟ أولا الكلمة لكم سيد الوزير للرد على التعقيب. شكرا. ففعلا هناك 12 ديال المدن الكفاءة والمهن غتكون في كل جهة، و لا ميتريز دوفر غتكون عند المكتب التكوين المهني وإنعاء الشغل. هاد البنيات غتكلف ميزانية تقدر ب3.6 مليار ديال الدرهم، اللي فيها الدولة، فيها الجهات، وفيها مكتب التكوين المهني وإنعاء الشغل. البرنامج المسطر سوف يتم احترامه على أساس إن شاء الله بداية الأشغال في يناير 2020، وعلى أساس أنه يكون شكراً. كل سنة يتحقق. شكرا سيد الوزير، وشكرا على حسن مساهمتكم معنا في هذه الجلسة. ننتقل إلى القطاع الموالي بعد، ونرحب بسيد الوزير وزير الدولة، وهو القطاع المكلف بحقوق الإنسان. في سؤال أول عن حصيلة تفاعل الحكومة مع توصية الإجراءات الأممية الخاصة بحقوق الإنسان للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق العدالة والتنمية. كلمة لأحد واضع السؤال. تفضلوا سيد نائب. شكرا سيد. شكرا سيد الرئيس. سيد وزير الدولة، نسائلكم عن حصيلة تفاعل بلدنا مع المقررات والتوصيات الأممية في مجال حقوق الإنسان، وشكرا سيد وزير. كلمة لكم سيد وزير الدولة، تفضلوا. شكرا سيادة الرئيس. أشير إلى أنه وبالنسبة لتفاعل بلادنا مع الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع بدوره للأمم المتحدة على العموم إيجابية، وفي هذا الصدد أشير أن المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان منذ البداية وضعت مصفوفة جامعة لكافة التوصيات، وقامت بتصنيفها على حسب القطاعات الحكومية المعنية، و أيضا وضعت آليات لتتبع مستويات تنفيذها. من جهة أخرى أؤكد على أن جميع التشريعات الوطنية والسياسات العمومية تستهدف تفعيل وتنزيل هذه التوصيات في مستويات مختلفة لبلادنا، ومن ذلك أن الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان تضمنت تدابيرها مجموعة كبيرة من التوصيات الصادرة عن الإجراءات الخاصة، ونحن نتابع تنفيذ هذه التوصيات، وأؤكد مرة أخرى أن مستوى التنفيذ مستوى محترم. كلمة الفريق في إطار أو عفوا للتعقيب على الجواب، تفضلوا سيد نائب محترم. شكرا سيد وزير الدولة. لا بد أن نقرر اليوم أن فريق العدالة والتنمية يسائل الحكومة فيما تملك من صلاحيات دستورية، طبعا تطبيقا لقاعدة اقتران المسؤولية بالمحاسبة، والتي تقع تحت طائلة كل السلطات والهيئات الدستورية كل في مجال اختصاصها. اليوم لا بد أن نهنئكم سيد الوزير الدولة على ما أنجزته بلادنا في مجال التشريعي وفي المجال التنظيمي. يكفي أن نشير إلى الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان التي تعتبر منجزاً كبيراً جداً، تابع بمقاربة تشاركية واسعة، كانت تفاعلاً مع توصيات الأممية في مجال حقوق الإنسان. يكفي أن نهني أنفسنا أيضاً بسياسة الهجرة التي اعتمدتها بلادنا وغيرها من القضايا الجوهرية. كذلك سيد الوزير، لابد أن نهنئ الحكومة وبلادنا على ما وقع من تفاعل وتطور إيجابي متراكم في مجال السياسة الاتفاقية لبلادنا، والتي تؤشر عليها المعطيات يعني الأدلة والمعطيات. كذلك هناك عمل حكومي مهم جدا في إشراك المجتمع المدني تفعيلا لتوصيات الخطة الوطنية فيما يتعلق بموضوع الإعدام وموضوع نظام أساسي روما للمحكمة الجنائية الدولية لفتح حوار مجتمعي في هذا الإطار. لسيد الوزير نهنئكم على كل هذا وغيره، لكن في المقابل سيد الوزير اسمحوا لنا أن نثير انتباهكم وانتباه الحكومة إلى أنه ينبغي بذل المزيد من الجهد لحسن تنفيذ
التوصيات الأممية في المجال الثلاثة المعاهدات والإجراءات الخاصة والاستعراض الدوري الشامل، كذلك لا بد من تعبئة الجهود لحسن تنفيذ الخطة الوطنية وإشراك كل وانخراط كل الفعاليات وكل الجهات والقطاعات الحكومية. هناك عطب. شكرا سيد نائب. كلمة لكم سيد وزير الدولة. عفوا قبل ذلك هناك من تعقيب إضافي. لا تعقيب إضافي، تفضلوا سيد وزير الدولة للرد. شكرا سيد نائب المحترم. فقط أشير إلى أن تنفيذ التوصيات الأممية، أشير إلى أن التوصيات الصادرة عن الإجراءات الخاصة الأممية يتطلب تضافر الجهود. مثلا مشروع قانون المسطرة الجنائية تأخر كثيرا يعني عن الإحالة على البرلمان، ولكن أيضا عندنا مشروع قانون الجنائي موجود للأسف منذ 3 سنوات، وكلا المشروعين يتضمنان واحد الكم هائل من التوصيات، فلذلك ينبغي أن نتعاون جميعا لكي تفي بلادنا بالتزاماتها. شكرا سيد وزير الدولة. السؤال الموالي والأخير في هذا القطاع عن تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق الأصالة والمعاصرة. تفضلي السيدة النائبة المحترمة. السيد الوزير، ما جوابكم عن المعطيات التالية؟ حصل تقدم بالفعل في مجال جبر الضرر الفردي، لكن هناك 500 حالة ما زالت عالقة لدى رئيس الحكومة منذ 8 سنوات. لن تستطع حكومتكم أن تعتني العناية اللائقة بكل المقابر الجماعية، وأيضا أن تحول المعتقلات السرية مثل درب مولاي علي الشريف ومعتقل أنفا وغيرهما إلى متاحف كباقي دول العالم من أجل حفظ الذاكرة. الإشكال الكبير سيد الوزير يتعلق بجبر الضرر الجماعي. هناك جماعات ومناطق مهمشة تعاني من غياب أبسط متطلبات الحياة ومن العزلة، وكانت موضوع التوصيات. أعطي مثلا قلبيمة، يمشيل والماس، حسيمة، خنيفرة وغيرهم. لهذه الجماعات برمجت مشاريع ووجدت لها تمويلات من طرف الاتحاد الأوروبي، لكن هذه المشاريع لم ترى النور وفقدت تمويلها. لم تستطع حكومتكم السابقة والحالية من استكمال ورش المصالحات الفردية والجماعية وضمان المساواة المجالية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية واللغوية والثقافية، فما ردكم سيد الوزير؟ كلمة لكم سيد الوزير للجواب، تفضلوا. شكرا سيد النائبة. سؤالكم كان عاما، كان هكذا: حصيلة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. الآن دخلنا في معطيات خاصة، لا بأس سوف أحاول أن أقارب الموضوع. أولا جبر الضرر الفردي. جبر الضرر الفردي في المغرب حصل فيه تطور لافت، وغنقول بأنه بالنسبة لباقي التجارب الدولية متميز، لأننا وصلنا لحوالي 2 مليار درهم في التعويضات عن الضرر الفردي. هذا إضافة إلى البنود الأخرى المتعلقة مثلا بالتغطية الصحية وما إليه. بالنسبة لجبر الضرر الجماعي، نعم، لأن الأمر يتعلق بتحسين عيش السكان. هذا واحد المستوى من التوصيات لا يمكن الوصول إلى تنفيذها في مرحلة وجيزة، ونعترف بأنه ما زال على الحكومة وعلى الدولة أن تبذل جهودا كبيرة من أجل تحسين عيش السكان في 13 إقليماً وعملاً التي نصت عليها توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. وينبغي أن نتعاون، لأنه اليوم ما بقاش فقط الحكومة اللي عادت مسؤولة، عادت الحكومة وعادت الجهات وعادت الجامعات إلى غير ذلك. بالنسبة لما تفضلتم به بالنسبة للمساواة يعني اللغوية ومن ذلك، مرة أخرى أقول بأن هذه مسؤولية جامعية، لأنكم تعرفون أن ما يمكن أن يضمن المساواة اللغوية هو مشروع القانون التنظيمي المتعلق. شكراً سيد الوزير. شكراً سيد وزير الدولة. الوقت
هل من تعقيب فيما تبقى، تعقيب الفريق فيما تبقى من الوقت؟ بضع ثواني. شكرا. تعقيب إضافي من الفريق الاستقلالي الوحدة والتعادلية، تفضل السيد نائب محترم. شكرا السيد رئيس. في الحقيقة السيد وزير الدولة، يهمنا فريق الاستقلالي كثيرا، نسألكم حول جانب الحكامة الأمنية في توصية هيئة الإنصاف والمصالحة. طبيعة الحال هناك عمل مهم تم القيام به، ولكن توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة شكلت لحظة تاريخية كبيرة في التعاطي مع الحكامة الأمنية. لذلك العمل ديال الخطة الوطنية كان عمل مهم جدا، ومع ذلك كنسألكم سيد الوزير بقى شي وقت ما الذي تم؟ شكرا سيد نائب. سيد وزير الدولة في ما تبقى من الوقت، تفضلوا. أؤكد للسيد النائب المحترم أنه على صعيد الحكامة الأمنية وقع تطور كبير. اليوم ما بقى شايل اختطاف، اليوم التعذيب أقول اللي هو منهجي لم يعد موجودا بالمطلق. كاين التعذيب اللي هو حالات معزولة، وأنا بصفتي وزير دولة مكلف بحقوق الإنسان الشكايات لا تكاد توجد. بالنسبة للتدخل الأمني في الشارع العمومي يعني أصبح فيه تطور كبير، لذلك يمكن أن نهني أنفسنا على أنه كان تطور، ولكن أقول أيضا ما زال يلزمنا بذل مجهودات أخرى لتتمكن. شكرا سيد وزير الدولة. شكرا، انتهى الوقت، وشكرا على حسن مساهمتكم. وننتقل إلى القطاع الموالي وهو المتعلق بالأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، في سؤال حول تأخر صدور النصوص التنظيمية الخاصة بتفعيل القانون الإطار للنهوض بأوضاع المعاقل للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق العدالة والتنمية. تفضلي السيدة النائبة. شكرا سيد الرئيس. سيدة الوزيرة المحترمة، شكل إخراج القانون الإطار 97/13 المتعلق بالنهوض باحتياجات ذوي بالنهوض بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة حدث تشريعي مهم وإنجاز اجتماعي كبير يمكن هذه الفئة من اندماج اجتماعي واقتصادي لائق. فاليوم سيدة الوزيرة نتساءل معكم حول الأجندة الوزارة لتنزيل النصوص التنظيمية لهذا المشروع، وشكرا. كلمة لكم سيدة الوزيرة الجواب، تفضلوا. شكرا سيدة النائبة المحترمة. هذا من الأسئلة المهمة التي تدفع بنا إلى الأمام من أجل تفعيل القوانين ذات الأهمية البالغة مثل القانون الإطار المتعلق بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. كما تعلمون أن النصوص التنظيمية التي يحيل عليها هذا القانون ثقيلة جدا، تتطلب الوقت بل تتطلب الدراسة الكافية حتى نتخذ الإجراءات المواتية، ومنها كما تعلمون الملائمة ديال التشريعات الوطنية مع التشريعات الدولية التي نصت عليها الاتفاقية التي صادق عليها المغرب والتي امتاح منها القانون الإطار، وكذلك نظام جديد لتقييم الإعاقة نؤسس عليه تسليم بطاقة الإعاقة، وأيضا نظام للدعم الاجتماعي الذي يحيل عليه هذا القانون. وبالتالي هذه المجموعة من الدراسات الضرورية لبناء هذه النصوص التنظيمية تأخذ الوقت الكافي، ناهيك على ما يتعلق بما يرتبط بالتزامات قطاعات أخرى، مثلا الترتيبات التيسيرية والنص التنظيمي الذي أحيل على وزارة التربية الوطنية، كذلك وزارة الصحة، وكذلك وزارة التشغيل اللي خاصة تخرج واحد النص تنظيمي متعلق بلائحة المخاطر التي تهدد الأشخاص في وضعية إعاقة عند الشغل. فإذا هذا هو الباكيج اللي بغينا نقولوا ديال الأنظمة ديال النصوص التنظيمية التي يجب أن نعلن عنها قريبا عندما نستكمل مسطرة مرتبطة بالدراسة وكذلك صياغات النصوص التنظيمية المرتبطة بها. كلمة للفريق في تعقيب للتعقيب، تفضلوا. شكرا السيد الرئيس. شكرا السيدة الوزيرة. السيدة الوزيرة، القانون الإطار الخاص بوضعية الأشخاص في وضعية الإعاقة
تنشر في الجريدة الرسمية في 19 ماي 2016. هذه الفئة السيدة الوزيرة نتمن المجهودات اللي تقوم بها الحكومة والوزارة ديالكم بالرقي بالأوضاع ديالها، ولكن النصوص 11 مادة في هذا القانون الإطار مرتبطة بنصوص تنظيمية. لذلك السيدة الوزيرة نحن ندعو إلى الإسراع والتفعيل تنزيل هذه النصوص التنظيمية للرقي بهذه الفئة اللي هي المواطنين المغاربة حسب كما قلتي القوانين والاتفاقات الدولية اللي تصدقت عليها بلادنا. أننا خصنا نفعلوا هذا القانون لأنه من شأنه الرفع بالرقي بالأوضاع ديال هذه الفئة وقطع الطريق على الـ على الـ على الانتهازيين وعلى المتاجرين بأوضاع هذه الفئة خاصة في العالم القروي اللي واحد العدد ديال الممارسات تتمارس. ونعطيك مثال ما وقع في إقليم شيشوا. لذلك السيدة الوزيرة هذه الفئة لابد من الإسراع بتنزيل هذه. شكرا السيد نائب محترم. هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيد نائب من فريق الأصالة والمعاصرة، تفضل. شكرا السيد الرئيس. السيدة الوزيرة، بعض الأسر المغربية وبالضبط بعض الأمهات المغربية اللي هما موظفات ومستخدمات بلاهم الله سبحانه وتعالى بالأطفال ديالهم في حالات إعاقة وبعض الأحيان إعاقة تامة حركية تامة، ولكن مع الأسف الإدارات ديالهم مازال كتعسف عليهم وما كتعطيهمش الوقت المناسب أنهم وهاد الأطفال كيكونوا محتاجين لواحد العناية خاصة. ولا بد أن السيدة الوزيرة تشوفوا هذه المسألة هذه مع الإدارة وأخذ الإدارة المغربية. وشكرا. هل من تعقيب إضافي آخر؟ كلمة لكم السيدة الوزيرة في للرد على التعقيب والتعقيبات الإضافية. طبعا هذا المجال ليس مجال الارتجالية بل هو مجال العمل المؤسس على دراسة، لذلك نأخذ الوقت الكافي حتى تكون الأعمال ناضجة. لكن السؤال ديال الأستاذ الكريم أنا ما فهمتوش شنو هو المطلوب، وإلا فهناك مجموعة من الخدمات التي تتقدم بها الحكومة من خلال مختلف الصناديق خصوصا صندوق التماسك الاجتماعي. كاين في مجال التعليم تمدرس ديال الأطفال في وضعية إعاقة اللي اليوم وصلنا ل 156 مليون ديال الدرهم بعد ما كان 17 مليون في سنة 2002. اليوم ليس هناك أي خصاص بالنسبة للمراكز، وأنا كنقول لك الناس اللي كيمارسوا هذا العمل داخل المراكز هما اللي غادي يشهدوا بهذا الأمر. شكرا سيدة الوزيرة. السؤال الموالي عن وضعية الأشخاص المسنين ببلادنا للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق الأصالة والمعاصرة، تفضل السيد نائب محترم. شكرا سيد رئيس. سيدة الوزيرة، عدد المسنين تزداد كل سنة. اليوم كاين تقريبا واحد 3 ملايين ديال المسنين. 2030 غتكون تقريبا 6 ملايين المسنين. كنسولكم سيدة الوزيرة عن تدابير للعناية بهذه الفئة من المواطنين. كلمة لكم سيدة الوزيرة للجواب. طبعا كاين واحد زيادة ديال 35% حسب الإحصاء ديال 2004 والإحصاء ديال 2014، وبالتالي نحن نتوجه نحو قاعدة شائخة بدلا من القاعدة الشبابية. ما قمنا به طبعا لن يكون كافيا لكنه ذو أهمية بالغة، خصوصا أننا أحدثنا المرصد الوطني المسنين باش نعرفوا أولا الوضع ديال المسنين في بلادنا، وكذلك نواكب هذا التطور والتحول الديموغرافي المجتمعي. ثانيا أطلقنا منذ 2013 حملة تحسيسية لتقليص الفجوة بين الأجيال، لأن المشكلة اليوم من ناحية القيمية وكذلك من ناحية العلاقات هي مشكلة ديال الأجيال متعاقبة. ناهيك على النهوض بمؤسسات التي تعتبر مؤسسات للرعاية الاجتماعية لفائدة الأشخاص المسنين، وعددها 64 وقمنا بتأهيلها بدعومات مختلفة، كما أنه تم الاشتغال على العاملين
الاجتماعيين الذين يصبحون جلساء، ما يمكنش يكون مربي للأطفال في نفس الوقت يقوم بهذا العمل دي الخصوصية عند التعامل مع الأشخاص المسنين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية. ونحن اليوم في ورش كبير وهو تحديد الإطار الاستراتيجي للعمل من أجل المسنين. كلمة الفريق للتعقيب، تفضلوا سيد نائب. السيدة الوزيرة على هذا الجواب، العناية بالمسنين التزام دستوري واجب على الحكومة باش تكون مع هاد المسنين. وحنا اليوم كنشوفوا بأن الجانب المظلم في هاد المسنين هما الوضعية المتدهورة للمتقاعدين والمتقاعدات اللي أداوا الواجب الوطني، ولكن في آخر المطاف كيلقاو نفسهم بواحد الأجرة اللي هي ضعيفة جدا، هي أجرة مهينة ليست بأجرة حقيقية. كاين الجانب المأساوي كذلك هو التغطية الصحية، 80% ديال هاد المسنين ما عندهمش تغطية صحية، وبالتالي هما كيعانيو لأن تبعات الشيخوخة كتجي لهاد المسنين، وحنا اليوم عاجزين باش نلبيو الطلبات ديالهم. المسنون السيدة الوزيرة، راه كنقولوا المسنون هما كنز في كل دار، ولكن الحقيقه ان حنا مازال ما كنعطيهمش الكرامه ديالهم، لان ملي تيشوفوا هضرتي على هاد المراكز تفتقد لادنى شروط الكرامه ديال المواطن ديال المسن، وبالتالي هما كيرفضوا باش يمشيوا لهاد الديور هاد الدور هاد. وكذلك شكرا السيد النائب المحترم، انتهى الوقت. هل من تعقيب اضافي؟ الرد في بضع ثواني السيدة الوزيرة، فيما تبقى أعتقد من الوقت 8 ثواني بالضبط. إلا سمحتي، كاين شي مواضيع اللي مرتبطة بالدور ديال المؤسسة ديال البرلمان اللي كتعلق بالتشريع في مجال التقاعد وكذلك في مجال التغطية الصحية. حنا كنسمعوا بأن الوالدين اليوم عندهم مشكل باش يستافدوا من التغطية. شكرا السيدة الوزيرة، وشكرا على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة. القطاع الموالي هو المكلف بالتجارة الخارجية. أرحب بالسيدة الوزيرة، وفي سؤال يتعلق بالمخطط الوطني لتبسيط مساطر التجارة الخارجية للسيدة والسادة النواب المحترمين من فريق التجمع الدستوري. تفضلوا السيد النائب المحترم. شكرا السيد الرئيس. السيدة الوزيرة، عن مآل إعداد المخطط الوطني لتبسيط التجارة الخارجية نسأله. كلمة لكم السيدة الوزيرة. سيد النائب المحترم، إذا في إطار تبسيط مساطر التجارة الخارجية، كتعرفوا بأن الحكومة كتوليها واحد الأهمية بالغة، خصوصا في إطار الاستراتيجية الوطنية أو الحكومية للإدارة الإلكترونية. دارت هناك مجموعة من الإجراءات اللي دارت من 1986، والمجهودات اللي كانت دارت من أجل تبسيط هذه المساطر كان إلى حد ساعة. هناك توحيد الوثائق المستعملة في مجال التصدير والاستيراد وملائمتها مع المعايير الدولية، اعتماد الشباك الوحيد اللي هو البورتنت من 2011 اللي كان دار في بعض الموانئ وتعمم في موانئ أخرى في المملكة، واليوم عندنا 29,000 زبون في هذا البورتنت اللي هو نموذج يحتذى به جهويا وقاريا. هناك أيضا تطوير خدمات شباك اللي هو بورتنت، وايضا الربط الالكتروني بين جميع المتداخلين في ميدان التجاره الخارجيه، اعتماد التصريح الالكتروني المسبق على الحاويات المخصصه للتصدير، رقمنه الاعلان بوصول البضائع المستورده، سندات استيراد وتراخيص تصدير السلع، وكذا نماذج السبينات الخاصه اللي كانت دار في 2015، اعتماد الاداء الالكتروني عبر البورتنت، رقمنه اجراءات مراقبه المواد الصناعيه المستورده، حذف وثيقه الالتزام بالتصدير الخاصه بالمواد الحره للتصدير، وايضا مؤسسات اللجنه الوطنيه للتنسيق قصد تسهيل مساطر التجاره الخارجيه، وذلك قصد منحها الوضع القانوني والوسائل المناسبه لانجاز المهام ديالها لتسهيل مساطر التجاره الخارجيه. شكرا السيدة الوزيرة. الكلمه لكم السيد النائب للتعقيب، تفضلوا. شكرا السيدة الوزيرة على جوابكم الذي يبدو واضحا وصريحا. هذا المخطط جاء لتتميم استراتيجية الوزارة في نجاح المخطط الوطني للتجارة الخارجية الذي بدأ منذ البداية الحكومة السابقة، والذي تضمنه كذلك البرنامج الحكومي. نعلم جيدا دور المخطط في تنشيط المعاملات التجارية الخاصة في قطاع الصادرات والواردات، وبالتالي سيساعد
المقاولة على استغلال في ظروف سلسة وسهلة تربح الوقت وتخفف من التكاليف، وهو ما له أثر إيجابي كما قلتم على تحسين مناخ العمل. فريق التجمع الدستوري واعي بأهمية الإنجازات التي تقوم بها الوزارة في دعم الاقتصاد الوطني عبر الاعتناء بالمقاولة الصغيرة والمتوسطة وعلى رأسها المقاولة المصدرة. لذلك فإننا ننتظر بفارغ الصبر احترام وتنزيل هذا المخطط مع الإسراع في إفراز الميثاق الوطني لهذه المقاولة الصغرى والمتوسطة، لأنها أحد الآليات الضرورية لتشجيع الاستثمار الخاص. وشكرا. شكرا سيد نائب. هل من تعقيب إضافي؟ نمر للسؤال الموالي، وهو عن العلاقة التجارية بين المغرب وتركيا، للسيدة السادة النواب المحترمين من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. تفضلوا سيد نائب لطرح السؤال. سيدة الوزيرة، نسائلكم عن الإجراءات التي تتخذها الحكومة من أجل مواجهة المشاكل التي تطرحها اتفاقية التبادل الحر مع تركيا. كلمة لكم سيدة الوزيرة للجواب. السؤال ديالكم كان بخصوص المشكله اللي عندنا مع تركيا من ناحيه تصدير بعض مواد ديال الحديد. اذا غير باش نقول بان المغرب لم يقم بمنع او ايقاف استيراد ديال الماده ديال الحديد من تركيا. كانت الدعوه المرفوعه ضده امام المحكمه العالميه للتجاره كتعلق بتنظيم رسم نهائي مضاد للاغراق وعلى وارده الحديد ذات المنشئ التركي والاتحاد الاوروبي لمده 5 سنوات اللي بدات من 2014، وذلك إثر الشكوى التي توصلت بها من المنتجين المحليين للحديد والصلب كيشتكوا من أيضا من تعرض ديالهم للضرر الناتج عن إغراق السوق المغربية بهذا المنتوج ذات المنشأ التركي. تم العقد اجتماعات تشاورية لإيجاد حلول حبية بين ممثلين من الوزارة والجهة التركية. تمت مناقشة الملاحظات التي تقدمت بها أو تقدم بها الجانب التركي بخصوص الجوانب الإجرائية، ولكن أمام عدم إبداء تركيا لرغبتها في متابعة المشاورات تم تعليق إجراءات التفاوض بشأن هذا الموضوع، وقام الجانب التركي باللجوء إلى هيئة التحكيم بالمنظمة العالمية للتجارة لتنظر في هذه القضية، حيث عقدت هذه الأخيرة عدة اجتماعات فنية بين طرفين خلصت إصدارها في 2018 السنة الماضية لتقريرها الأولي متضمنا لأقسام توضيحية حجج ودلائل. وكانت انتهى الوقت مع الأسف. تعقيب الفريق، تفضلوا سيد نائب. السيدة الوزيرة، اتفاقية ديال التبادل الحر مع تركيا بمجموع بشموليتها غير منصفة بالنسبة للمغرب وغير ليست في صالح المغرب. راه العجز التجاري توصل 12 مليار ديال الدرهم، وكذلك هناك إغراق ديال السوق المغربية كذلك باللوازم المنزلية بالأغذية بالملابس إلى غير ذلك. التجار راهم في محنة كبيرة جدا، فوجدة فخريبكا فواتزم بني ملال كلهم الآن يحتجون على وجود يعني واحد الإغراق كبير ديال السوق المغربية بالسلع التركية. حتى فاش تاخذوا الإجراءات اللي خذتها الحكومة بأنه تزيد في التعريفة الجمركية ب 90% بالنسبة للملابس، ولاو يعني تركيا كتمر من الأردن ومصر باش يمكن لها تصدر بالنسبة للمغرب. كاين هناك حواجز اللي تتقام على الصادرات المغربية اللي ليست جمركية. هذه راه إشكالية كبيرة بالنسبة للمغرب. راه الإغراق الشامل اللي واقع الآن بالنسبة للصادرة التركية في المغرب هو يعني أنه تجعل أنه كثير من الصناعات الوطنية اللي في محنة كبيرة جدا. أنا تنظن أنه خصنا لابد نراجعوا هذه الاتفاقية في شموليتها باش يمكن تكون منصفة للمغرب. شكرا شكرا سيدنا. إلا ما عمل ذلك راه غادي يكون يعني أنه خطر بالنسبة للصناعة المغربية. هل من تعقيب إضافي؟ سيد نائب من الفريق من المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، تفضل سيد نائب محترم. شكرا سيد رئيس. سيدة الوزيرة، حال الوقت اليوم لتقييم جميع اتفاقيات ديال التبادل الحر، وخصوصا بالخصوص مع الدول اللي كتعتبر مكملة وليس بالدول اللي هي مكملة وليست شكراً منافسة. شكرا سيد نائب، انتهى الوقت. هل من تعقيب إضافي آخر؟ كلمة السيدة الوزيرة للرد على التعقيب فيما تبقى من الوقت في حدود
إذا يعني بالنسبة بخصوص اتفاقية التبادل الحر، كتعرفوا بأن المغرب منفتح على يعني بلد منفتح على يعني عقد اتفاقيات، ولكن اليوم كندخلوا دخلنا في إطار واحد اتفاقية ديال التبادل الحر من الجيل الجديد اللي فيه دائما أن الحرص على حماية المنتوج الوطني المغربي، وهذا لذلك قامت الوزارة بالإجراء ضد المغرب ضد تركيا من أجل. شكرا سيدة الوزيرة وشكرا على حسن مساهمتكم. وننتقل إلى القطاع المكلف بالشؤون العامة والحكمة. نرحب بالسيد الوزير. وفي سؤال عن انعكاس ارتفاع النفط في السوق العالمية على الأسعار الداخلية للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق العدالة والتنمية، تفضلي السيدة النائبة لطرح السؤال. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، أسعار النفط في السوق العالمية تعرف اضطرابا واضحا في السنوات الأخيرة، وهذا ينعكس بشكل مباشر على السوق الداخلية. هذا الأمر يحدث حالة من التوجس لدى المستهلك المغربي، لذا نسألكم سيد الوزير عن التدابير التي يمكنكم اتخاذها لحماية المستهلك من انعكاس ارتفاع الأسعار على السوق الداخلية، وشكرا. كلمة لكم سيد الوزير الجواب، تفضلوا. شكرا سيد الوزير الرئيس، شكرا السيدة النائبة المحترمة. أولا الأسعار كتعرفوا بلي هي دولية، اللي يمكن تحكموا فيه في إطار وقت ضيق هو فقط الهامش ديال الربح ديال الشركات في ظرف سنة تقريبا علاش نتكلموا. أما لا وصل لا قدر الله وصل البرميل 100 دولار خاصة الحكومة ذاك الوقت غتاخذ تدابير، وهي الآن بصدد اتخاذ تدابير مواكبة، لأن شي باش بدا تسقيف شوية إن شاء الله جاي باش تكون تدابير أخرى هي جاية تقف إن شاء الله. ولكن مازال مرتبطين بالسوق العالمية، مرتبطين بالسوق العالمية، إذا خاص الحكومة غادي تاخذ تدابير، ولكن غادي تاخذ تدابير على حساب ميزانية الدولة. إلا خدات شي تدابير لا بدا شي واحد اللي يدي الثمن، إما المستهلك إما الخزينة ديال الدولة، وبصفة مباشرة وغير مباشرة المستهلك، راه الضرائب تجي مع المستهلك. إذا فعلا عايشين مشاكل كبيرة، فالتقلب الأسعار وصلت 75 دولار اليوم، الحمد لله نزلت على 83 على 63، كنتمناو ان شاء الله في اخر الشهر تنزل شويه الاثمنه، ولكن التقلبات جايه وما عرفناش فين غادي يوقف اذا الحكومه هادشي باش وخرت شويه التثقيف. شكرا. شكرا. تعقب السيده النائبه محترمه. شكرا سيد الرئيس. اولا نتمم مجهودات الحكومه في مجال ضمان تعزيز تنافسيه القطاع، لكن سيد الوزير تكلمتي على الحكومة وتكلمتي على المواطن، هناك أيضا الشركات، والشركات جبنا واحد المجموعة توصيات في التقرير ديال المهمة الاستطلاعية. كاين جوج توصيات مهمين، الأولى تفكيك التركيز ديال بعض الشركات اللي كدير المجال من المجال ديال الإنتاج إلى مجال ديال يعني التوزيع بالتقسيط، مايمكنش يجب فتح المجال لشركات أخرى. هنا كنقترحوا سيد الوزير أن خاصنا نشجعوا المقاولات والشركات باش دير المجال ديال التخزين، نفتحوا المجال التخزين تقوم فيه استثمارات خاصة. الأمر الثاني سيد الوزير، هاد المحطات ديال الوقود، كنلقاو بعض المحطات الوقود على خط السيار خط واحد موجودة شركة واحدة، مثلا الجانب ديال الشمال، يجب فتح التنافسية لمجموعة ديال المحطات ديال الوقود تكون في هذه الخطوط. أمر التالي السيد الوزير في هذا المجال ديال 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 محاربة التركيز، هو خاص يكون عندنا اليوم مرصد وطني لتتبع أسعار المحروقات في السوق الدولية والسوق الوطنية. النقطة الثالثة سيد الوزير مرتبطة بتسقيف ديال الأسعار، تسقيف ديال الأسعار تم تسييس هذا النقاش بواحد الشكل كبير جدا، لكن حنا كنعرفوا أن الحكومة قامت وتقوم بمجهود مهم جدا مع هاد الشركات من أجل الوصول إلى حل والتزام في مجال تسقيف الأسعار. خاص هذا الحل وهذا المجهود اللي كتقوم به الحكومة يبان للعموم. اليوم كاين كاين واحد الخفض على السيدة النائبة المحترمة. هل من تعقيب إضافي؟ كلمة كاين تعقيب إضافي من الفريق الاشتراكي، تفضلوا سيد الرئيس. سيد الوزير، ارتفاع ديال الأسعار هو غول حقيقي يهدد القدرة الشرائية ديال المواطنين والمواطنين، ويهدد معه الاستقرار الاجتماعي. الحديث على أن الأسعار توصل 100 دولار ولا 120 دولار، هنا الدولة عندها الدور الحمائي ديالها اللي خصها تتعامل مع هذا الوضع. إذا اقتضى الحال تتعامل معه، التكاريث الطبيعية تتعامل معه كذلك.
لأن الدولة يجب أن تتدخل في لحظات معينة ولو من خلال الدعم، باش أن المواطن ما يلقاش نفسه وحيدا أمام كارثة اللي هي ارتفاع ديال الأسعار اللي كتمس جميع المجالات، ليس فقط على المستوى ديال الوقود، ولكن راه شي كينعكس على الأسعار ديال المواد الغذائية وعلى جميع الجوانب ديال الحياة اليومية ديال المواطنين والمواطنين. شكرا. هل من تعقيب إضافي آخر؟ كلمة لكم سيد الوزير للرد على التعقيب والتعقيب الإضافي. شكرا. اللي بغى يسيس شي حاجة يسيسها، حنا عندنا وعد مع المواطنين، المواطن هو اللي غادي يحكم. أما اللي بغى يسيس هذا شغله. أما هادشي اللي قلت لكم أنا تأخرنا باش فعلا تحملوا مسؤولية، الحكومة غاتحمل مسؤوليتها، ولكن راه ماشي بين عشية وضحاها، غير قلنا تسقيف أراه دروك. زعما هادشي صافي، الحكومة بين عشية وضحاها راه كاين تخطيط، كاين أمور اللي خاص تعرف التوجه فين غادي في العالم. لنفترض قلنا باغيين نفقدوا مثلا التأمين، علاش؟ على 75، على 70، على 80، هادشي خاصو وقت. إذن والتثقيف ملي يكون فعمرو عام، جاي جاي، عام ديالكم تتسالوه، غادي يجيكم. شكرا. السؤال الموالي يتعلق بتقديم إصلاح نظام المقاصة للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق الأصالة والمعاصرة. تفضلوا السيد النائب المحترم. سيد الوزير، تدعي الحكومة بتحريرها لأسعار المواد النفطية السائلة والتي كانت تمثل أكثر نسبة من 60% من نفقات المقاصة. نسائلكم عن حصيلة خطة الحكومة المتعلقة بإصلاح نظام المقاصة. كلمة السيد الوزير الجواب، تفضلوا. شكرا السيد الرئيس، شكرا السيد النائب المحترم. الحكومة لا تدعي، الحكومة تعمل. هذا بعد خصنا احنا الإنجازات عطيناها للمواطنين، وكاين وقت الحساب ثاني. اذا لقيتها تقولنا ممكن تقولنا بطيطو شويه، ماشي مثلا احنا خدامين. قريب ان شاء الله يجيكم القانون ديال الوكاله ديال السجل الاجتماعي باش غادي نخدموا، لان الا ما كانش هذا السجل راه ما نخدموا. والسجل راه في العالم راه تاخذ وقت طويل، وقلنا لكم 2020 غتبدا التجربه ان شاء الله في الجهه ديال الرباط. هذا الشيء الا ما درناش ذاك الوقت غتقولنا يا وعدناكم، وارد احسبوا هذا الشيء من اليوم. شكرا. كلمة للسيد النائب عن الفريق للتعقيب. شكرا سيد الوزير، احنا مع الإصلاحات اللي درتو ما كننكروش، ولكن سيد الوزير بغينا إصلاح يحافظ على القدرة الشرائية للمستهلك، بغينا إصلاح اللي كيضمن شروط المنافسة ويحارب الممارسة المشبوهة كالاحتكار، بغينا إصلاح مقرون بآلية المواكبة لضبط الأسعار وطنيا والتدخل عند الضرورة لحماية المستهلك. التسقيف والمرسوم اللي هضرتوا عليه سيد الوزير راه خصو يخرج في اقرب وقت ممكن. راه دابا الشركات هي اللي عندها الربح. هاد ثلاث سنين اللي فات سيد الوزير 21 مليار مشات للشعب المغربي، اللهم ان هذا منكر. راه هاد الفلوس هادو خصها ترجع، راه غيدير بها العجب. 2100 مليار سنتيم يديروا بها مراكز ديال السرطان، مستشفيات، نديروا الاجور للمعاقين، للمكفوفين، للارامين، وزيد 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 وزيد، اللهم ان هذا منكر. هاد 21 مليار راه الفلوس ديال الشعب، خصها ترجع. اللي داها خصها يرجعها. راه الحقوق هادي راه ماشي خص ديال شي، وخص تسقي في اقرب وقت ممكن. راه البومبيات راه كيلعبوا في المازوت كيما بغاو، عيب وعار والله انها لمكسات. شكرا. شكرا سيد النائب. شكرا. شكرا سيد النائب. كلمه سمحوا لي سيد الوزير، سمحوا لي سيد الوزير. سيد الوزير من فضلك، مازال ما عندكمش الكلمه. سيد الوزير مازال ما عطيناكمش الكلمه. هل من تعقيب إضافي؟ لا. سيد النائب من فضلك شيء من الهدوء. تفضلوا سيد الوزير للرد على التعقيب، تفضلوا. السيد النائب المحترم، راه اللي تيحسب وحديتو تيشيط ليه، راه ما نعرف منين جبتي هاد 21 ديالان وديال من؟ واش ديال الدولة؟ ديال من؟ نديروا بها السبيطارات، كون لقينا هاد 21 مليار راه
نديروا السبب ما كايناش غير هادشي اللي تتقولوا خاص المواطن يعرف شنو كاين. جبتوا في التقرير ديال البرلمان باللي الزياده ديال درهم لكل لتر في 3 سنوات عطاتكم 17 مليار هادشي اللي جبتوا في التقرير. وهاد الزياده ديال درهم زادوها الشركات هكاك ماشي الدوله باش تقول ندير بها. ولوم داكشي وصيتونا خاصنا نديرو تسقيف باش نحدو في الهامش ديال الربح الشركات. هادشي اللي حنا خدامين فيه. والهامش ممكن نعطيكم نجيب لكم ها الرئيس هو نجيب له الهامش الان ملي بدينا الحوار مع الشركات. شكرا شكرا سيد الوزير نجيبو للرئيس انتهى الوقت. شكرا سيد النائب. سيد شكرا على حسن مساهمتكم سيد الوزير. نمر للقطاع الموالي وهو المكلف بالتنمية القروية والمياه والغابات. في سؤال عن مخاطر انتشار الخنزير البري للسيدات السادة النواب المحترمين من فريق العدالة والتنمية. تفضلوا السي أحد طارحي السؤال. السادة النواب من فريق المحترم. السادة النواب. سيد الوزير المحترم، طبعا تعرف عدة مناطق في الشرق خاصة وفي الجنوب بصفة أخص ديال انتشار إن لم نقل ديال الزحف ديال الخنزير على السكان وعلى المواشي وعلى المحصولات الزراعية ديالهم. شنو دارت الحكومة للحد من هذا الانتشار؟ شكرا. كلمة لكم سيد الوزير الجواب تفضلوا. شكرا سيد الرئيس، شكرا على تفضلكم بطرح هذا السؤال. اللي دارت القطاع حسب الاختصاصات ديال الوزارة وكذلك حسب القوانين الجاري بها العمل فيما يخص القنص بالأخص، هناك تحديد نقاط سوداء اللي فيها تكاثر هذا الحيوان وتوضع واحد تكتيف ديال الحملات ديال القنص، وفي الحقيقة أعطى النتيجة ديالو بحيث أنه منذ 6 سنوات تم القضاء على أكثر من 63,000 خنزير ومقارنة مع 5,000 سنويا، وهذا يعني تحد من تأثير ديال هاد الأضرار ديال الخنزير البري في هاد المناطق. تعقيب الفريق تفضلوا سيد النائب. شكرا السيد الوزير. والسيد الوزير قبل ما نهضروا على الاجراءات خصنا نهضروا اولا على السبب والمخاطر ديال انتشار الخنزير البري وما يعرف عند عموم المواطنين بالحلوف. والسبب هو بنيوي راجع لاختلال في التوازن الطبيعي حكم ان الحيوانات اللي كتفترس هذا الحيوان اصبحت قليله في المغرب وبالتالي الانتشار ديالو اصبح بنيوي. المخاطر ديالو هي عديده. اولا كيهدد الحياه ديال الناس خاصه في الغابات المجاوره للمدن والقرى كغابه بوسكوره باقليم النواصر. كذلك يهدد المحاصيل الفلاحيه ديال الفلاحين خاصه في الجنوب في سوس في الغرب في الشرق. لما نساو السيد الوكاتب الدوله المحترم ان مجموعه المواطنين اضطروا يهاجروا للمدينه بسبب الانتشار ديال هذا الحيوان هذا، والانتشار ديالو راجع كيف ما قلنا لواحد الخلل بنيوي في التوازن الطبيعي. لذلك السيد الوزير حنا من جهه اولى كنتمنوا الاجراءات اللي كديروا الخطه الوطنيه اللي درتو، ولكن كذلك كنطالبوا بالتكثيف ديال هذه الحملات خاصه بواحد الطريقه اللي تكون استباقيه باش نقدوا نعالجوا المشكل ديالو على تيساع. الحاجه الثانيه كنطالبوا بالتعديلات في القوانين المرتبطه بالقنص وتكون تسهيلات اكثر من حجم من اجل حد الانتشار ديالو. والاهم من ذلك السيد الوزير ان ضروره التفكير في اليات لتعويض الفلاحه المتضررين، لان هذا امر خارج على الاراده ديالهم. كيف ما كنعوضوهم في كوادس طبيعيه مثل الجفاف كذلك خصنا نعوضوهم في هذا الامر هذا في المحاصيل ديالهم نتيجه لهذا الاختلال الطبيعي. وشكرا. شكرا. هل من تعقيب اضافي؟ تفضلوا السيد النائب من فريق الاصاله والمعاصره. السيد الوزير، كاينه مؤسسه كتعنى بشجر ديال الاركان وديال النخيل. اركان من الصويرة حتى للسفرة وحتى لتيزنيت، ولكن بالنسبة للنخيل هناك مشكل كبير بزاف ما بين بعرفة وتندرارة إلى طاطا. هناك مرض ديال البيوض ديال النخيل. مجموعة ديال المسؤولين الكبار في البلاد استمروا في النواحي ديال بودنيب، والفرشة المائية مهمة. بغينا الساكنة ديال بودنيب
وديال عين الشعير وديال المناطق تستافد. لا يعقل الى حدود اليوم ما كاينش برنامج. حنا مازال كنستوردوا التمر من بعض الدول الصديقه، لا يعقل الى حدود الساحه، وفي حين انه عندنا واحد المساحه كبيره بزاف ديال النخيل، خاص نفرقوا ما بين الاركان ونفرقوا ما بين النخيل. هذيك المؤسسه كتعنى بزاف بالاركان. شكرا سيد نائب محترم. الكلمه لفريق التجمع الدستوري، تعقيب اضافي تفضل. شكرا السيد الرئيس. انا بغيت غير نضيف انه اضافه للمناطق اللي ذكرها السيد النائب وضع السؤال، كاينه بالقرب مدينه القنيطره في اقليم القنيطره تنتجر هذا الخنزير بواحد الشكل كبير داخل المدار الحضاري وفي النواحي ديال مدينه القنيطره، وتسبب واحد عدد ديال المشاكل. فقط نشير الى انه في سنوات قليله ماضيه دخل لنا المؤسسه التعليميه، وخصكم تصوروا المنظر اللي وقع داخل هذيك المؤسسه ملي تدخل خنزير وسط التلاميذ. وشكرا. شكرا. هل من تعقيب اضافي اخر؟ كلمه لكم السيد الوزير للرد على التعقيبات. الى اقتضى الحال انا تنشاطركم التحاليل فيما يخص الانتشار الخنزير. الى اقتضى الحال غادي نغيروا يعني القوانين ديال القنص، باش يمكن اولا يكون القنص مدى طول السنة وكذلك في الأيام الأسبوعية كلها، وما يكونش داك السقف ديال العدد ديال القنص ديال الخنزير. وبالتالي إذا كان هادشي حنا كاين متابعة، كاين محليا كاين تشاور ما بين المياه والغابات والسلطات المحلية وكذلك الغرف الفلاحيه، باش يمكن يتابعوا هذه المساله، وحنا نتابعها عن كتب وغادي نقوموا بالاجراءات. فيما يخص البيوض، تنقول السيد النائب المحترم ان كاين واحد المجهود كثير فيما يخص زرع النخيل، يعني واحد المجهود كبير، ومن طبيعه الحال المنتوج عاد بدا يبان، وبالتالي ما غادي نكونوا نصدروا ماشي نستوردوا التمر في المستقبل ان شاء الله. وفيما يخص البيوض، هناك دراسات مهمه اللي غادي ديرها وزاره الفلاحه. اولا الشتائل تتكون خاليه من البيوض باش يمكن لها تغرس، هذا من جهه، ومن جهه اخرى غادي يكون تتبع يعني التربه والتواجد ديال البيوض باش يمكن محاربه ديالو في الوقت المناسب. فبالتالي فيما يخص النخيل، لا خوف ان واحد المستقبل ظاهر تيتسنى، اولا هذا المنتوج هذا، وثانيا كذلك المناطق اللي تيكون فيها الاستثمار. فيعني انا تنأكد انه هذا المنتوج هذا غادي يكون عنده يعني واحد الاثار ايجابي جدا. ومن طبيعه الحال خصكم تعرفوا ان ما حد الاستثمار تيكون وما حد التكتيف ديال المنتوج تيكون تيبانوا امراض، ولكن كونوا على يقين ان الوزاره والفلاحه واعيه بهذا المشكل هذا، واخده جميع التدابير باش يمكن اولا يتكاتف هذا المنتوج هذا، وثانيا يكونوا بصحه جيده، لان من طبيعه الحال غادي نصدروا، وباش نصدروا غادي خصو يكون خالي من جميع الامراض. شكرا. شكرا سيد الوزير، وشكرا على حسن مساهمتكم في هذه الجلسه. نرحب بالسيد وزير الثقافه والاتصال، وهو آخر قطاع في هذه الجلسة، في سؤال عن الوضعية الاجتماعية للفنان المغاربة للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق التجمع الدستوري. ليتفضل أحد واضعي السؤال، تفضل سيدنا. شكرا سيد الوزير. يعيش الفنان المغربي في العديد من مدن وأقاليم المملكة وضعية اجتماعية متردية، سواء على المستوى المادي أو المعنوي، بسبب الفقر والتهميش والإقصاء الذي يعاني منه بناء عليه نسائلكم السيد الوزير، ما هي التدابير والإجراءات الآنية التي ستتخذها وزارتكم من أجل تحسين الوضعية الاجتماعية لهذه الشريحة من المجتمع بعد سنوات من التضحية والعطاء وسط الساحة الفنية بكافة أقاليم المملكة؟ شكرا. كلمة لكم سيد الوزير الجواب، تفضلوا. شكرا سيد الرئيس، شكرا سيد النائب على هذا السؤال. طبعا وزارة الثقافة والاتصال وضعت مخططا عمليا وتنفيذيا من ابرز المقتضيات الوارده في هذا المخطط، اعطاء عنايه خاصه لمكانه الاعتباريه بالدرجه الاولى للفنان باعتباره مساهما اساسيا في التنشيط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
طبعا وزارة الثقافة اشتغلت على جوج ديال المستويات. المستوى الأول تنزيل العديد من المراسم المرتبطة بقانون الفنان، تسعى هذه المراسم إلى إعطاء مكانة متميزة للفنان سواء من خلال مرسوم ديال بطاقة الفنان، مرسوم يتعلق بتحديد لائحة المهن الفنية، وكذلك هناك مراسم أخرى في طور المصادقة خصوصا مع القطاعات الحكومية ديال وزارة التشغيل وكذلك وزارة الصحة، باعتبار أن الفنان له مكانة أساسية في إطار تنشيط يعني اقتصادي والاجتماعي. طبعا المستوى الثاني هو التغطية الصحية. اليوم وزارة الثقافة والإبتكار رفعت الدعم ديال التعاضدية المرتبطة بقطاع الصحة خصوصا التعاضدية ديال الفنانين، وصلنا تقريبا 520 مليون سنتيم يعني 5 مليون درهم و200. هناك كذلك أزيد من 60 مليون درهم لدعم المشاريع ديال الفنانة، وكذلك هناك مشاريع تتعلق بتقديم الخدمات. هناك اتفاقيات أبرمت مع المكتب الوطني للسكك الحديدية، هناك اتفاقية أخرى ستبرم مع الخطوط الملكية للنقل إلى غير ذلك. شكرا. تعقيب الفريق، تفضلوا السيد النائب المحترم. شكرا السيد الوزير، كنشكرك على كل المبادرات والمجهودات اللي قمت بها، لكن السيد الوزير لابد نقول الحقيقة أن عددا من الفنانين خاصة الذين لا عمل قار لهم، وكذا الفنانين الذين ينتمون لفئة الفنانين الشعبيين والفرق الفولكلورية مثل أحيدوس والهيسي والطرب الجبلي والعيطة الجبلية اللي كيعيشوا مشاكل وكيعانيوا من الأمراض والفقر والإقصاء من المشاركة في كل المهرجانات الوطنية والدولية. السيد الوزير بغيناكم تدخلوا وتدعموا هذه الفئة، وبغيناكم تشجعوهم باش تهما يبانوا في القنوات المغربية. وشكرا. شكرا سيد نائب. هل من تعقيب إضافي؟ تفضلي السيدة النائبة عن فريق العدالة والتنمية. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير، نحن نعلم بأن الفنانين المغاربة هم يعني لهم إضافة نوعية كبيرة جدا في القطاع الفني المغربي، يلعبون دور فعال جدا. الدراما المغربية في تقدم مستمر، وهذا يعود طبيعة الحال الإبداع الفني الكبير الذي يقدمه الفنانة المغاربة، طبيعة الحال إضافة العناية الملكية الكبيرة التي يقدمها جلالته الفنان المغاربة. عندنا واحد القانون ديال القانون الفنان اللي نحتاج أنه يتنزل لأرض الواقع من أجل ضمان كرامة وحقوق الفنانين المغاربة اللي تستحقوا كل الخير، بالإضافة إلى يعني المساهمات في حقوق المؤلفين. يعني يجب ضمان الشفافية في هذه المساهمات وضمان المصداقية في حقوق المؤلفين، لأنها تتعاني من عدة مشاكل لنطرق لها إن شاء الله في اجتماع اللجنة المقبل بتفصيل أكبر. وشكرا. شكرا. هل من تعقيب إضافي آخر؟ تفضل السيد نائب عن فريق التجمع الدستوري في ما تبقى من الوقت. تفضل. في وقت تفضل. سيد الوزير، هاد الفنانة والله لا محتاجين بالرعاية. مؤخرا هذه واحد الشهر كانت واحد النقابة المغربية للفنون الدرامية قاموا بواحد الورشة دولية وخرجت عدة مخرجات. هادشي كاع اللي درتي راه مزيان، ولكن مازال خاصهم، لان كاين شي فنانة تيقطعوا القلب. جزاكم الله على هادشي اللي درتيو، ورجاء هاد المخرجات ديال هاد النقابة الا كاين ما تزيدوا راهم يستحقوا كل خير. وكذلك دابا رمضان انتهى، كانوا عدة مسلسلات كان ما يدار، كانت الناس خدامة، دابا غيدخلوا لواحد المرحلة ديال فرجاء كاين واحد اللجنة ديال انتقاء هاد السيناريوهات اللي تتقبل. راه كاين لسبب ما تتقصى، حنا كنطلبوا غير تكافؤ الفرص بين هاد الناس وتوفيق للجميع. وشكرا. هل من تعقيب إضافي آخر؟ كلمة السيد الوزير للرد على التعقيبات، تفضلوا. شكرا سيد الرئيس. فيما يتعلق مخرجات اليوم الدراسي ديال الهيئة النقابية، طبعا الوزارة واكبت اليوم الدراسي وتشتغل كذلك بمقاربة تشاركية مع هذه الهيئة لتنزيل هذه التوصيات اللي مهمة خصوصا في الرعاية الاجتماعية. فيما يتعلق بالفنان خصوصا بالنسبه للفولكلور، لابد ان نشير ان وزاره الثقافه تنظم 31 مهرجانا تراثيا. الهدف من هذه المهرجانات التراثيه هو اعطاء مكانه خاصه كذلك للفنان الذي يشتغل على مستوى التراث، على مستوى الفن، على مستوى الثقافه المغربيه الى غير ذلك. بالنسبه للمكتب المغربي لحقوق المؤلف، طبعا هذه الحكومه
وفي هذه الوزارة قمنا بإخراج مرسوم يتعلق بالنسخة الخاصة. هذه الكوبي بريفي هي اللي جعلت الموارد المالية تنتقل من 5 مليون درهم اللي كانت في الدروا دوتور ديال حقوق المؤلف إلى وصلت 180 مليون درهم. نشتغل على قانون جديد ديال المكتب، وكذلك إعادة النظر في القانون ديال حقوق المؤلف لإعطاء مكانة خاصة وأن يستفيد هاد المؤلفين من هاد الموارد اللي جات من النسخة الخاصة. وشكرا. شكرا السيد الوزير على حسن مساهمتكم، وبذلك نكون قد استوفينا الأسئلة المدرجة بجدول أعمالنا، وننتقل بعد قليل إلى الجلسة التشريعية المبرمجة. رفعت الجلسة.